خلينا نتوكل على ربي ان شاء الله. دونك خليني نفسر لكم كما قلت لكم، هذه هي السيونس نتاعنا الاولانيه. بالنسبه لاي سيونس رانا باش نعملها مع بعضنا، دونك نفسر لكم الساعه كيفاش باش تكون الريفيزيون، نعملوا انترودكشن قصيره، بالذات كيف كنت نفسر لكم كيفاش نجموا تدخلوا بالزوم وكل شيء. دونك توا خليني نفسر لكم الريفيزيون كيفاش باش تكون، وين تلقى السيونسات بعد ما نكملوهم وكل شيء، خاطر هذه السيونس نتاعنا الاولى. خلينا نحطوا النقاط على الحروف قبل ما نبداو ان شاء الله. اوكي باهي، اول حاجه السيونس اللي قاعدين نقاديو فيها توا، مثلا احنا توا في لايف، اوكي دونك السيونس هذه بعد نجم تلقاها مسجله في الكلاس روم. بعدالي يتكلم ميسا ولا فراس ولا الباج ديريكت، كل مره راني معناها دخلني للكلاس روم، هو اغلبيتكم نورمالمون راهم دخلتوا، فهمتني؟ واللي ما دخلش باش نوريه كيفاش وشنو تلقى بالضبط. خليني نبارتاجي الكرون، هذه الكرون دو. دونك تجي لهنا، اشترق تدخل جوجل نتاعك عادي، اجا هنا جوجل، تمشي للبوانات هذوما باش تدخل الكلاس روم كيما هيك. معناها بعد ما تدخل انت للكلاس روم، بعد ما تدخلوك ودخلوا الجيميل نتاعك، بعد ما تدخل تجي لهنا، شوف معايا، تدخل للريفيزيون نتاعك. مثلا احنا جروب ان ريفيزيون الكتريك، اشترق السيونس نتاعك موجود لهنا في الستريم لهنا ولا في الكلاس وورك، اشترق اسم السيونس موجود لهنا، تك اش تنزل عليه، اش تنزل على السيونس نتاعك باش تتحلك السيونس اللي تعدات، السيونس اللي تعدات. اوكي السيونس الجايه كيفاش تدخل لها جديد؟ على الجروب نتاعك نتاع الماسنجر مع اصحاب، جوست شابت اليوم نتاع اللايف نتاع الزو هذاك، تنزل عليه تكليكي وتدخل، تحط المود باس نتاعك وتدخل، كان طلب منك مود باس تحطها وتدخل. فما اي مشكله نجم تكلموني اني ديريكت، تكلموا فراس، تكلموا ميسا، تكلموا اي واحد من الكيبي نجم يجاوبك، فهمتني؟ وتدخل اللايف نتاعك لقيت اي مشكل، جست حبيت نوضح حاجات هذوما باش المره الجايه تعرف كيفاش، معناها كيما المره هذه بالضبط. اما المره الجايه من غير ما نقعدوا نحكيوا على النقطه هذه، خاطر ديجا فسرناها وجاونا به. هذا نورمالمون امريكا. دونك السيونس نتاعنا معناها نقراوها في اللايف كيما توا، بعد ما نقراوها في اللايف، بعد ما نقراوها في اللايف تلقاها مسجله وتنجم ترجع لها في اي وقت، سواء قريتها وتحب ترجع لها تنجم ترجع لها، سواء انت غبت جرى لك ظرف ولا حاجه وتحب تعاودها تلقاها متوفره عندك، تهبط منه غدوه ان شاء الله، معناها نقعد نعمل فيها الكامل غدوه تلقاها هبطت عندك. هذا بالنسبه للتسجيلات نتاع الحصص نتاعنا. بالنسبه للوقت، الوقت نتاعنا نفكسي جوي باهي، جو باهي، معناها حاطينها نورمالمون سته، ما عدا فما حصتين اللي هما في وقتكم العادي يشردوه من ستة ونص. بعد الباك بلون، بعد تعدي الباك بلون ما يقلقش نحطها ستة، خاطر الجمعة باش تقرا. اوكي، نهار الأحد عادي نخليوها ست، أما الحصص اللي في وسط الجمعة واللي تحطوا ستة دوك يشردوه من ستة ونص، باش اللي كمل الستة ينجم يلخط على اللايف ويقرا وجاوبه. اوكي، وفما حصة أخرى حطيناها النهار نتاع الباك تي بي وتم الكل تعديوا فيه، هذيك وتم بدله، فما حتى مشكل. وديجا باش نزيد سيونس اخرى، معناها احنا من نرموا 10 باش نعملوا، الحقيقه باش نعملوا اكثر من 10، باش يكونوا 11 اقل حاجه 11 سيونس، خاطر نحب نزيد سيونس اخرى في الاخر قبل ما تعدي الباك وتكون اجابه على الاسئله، معناها ما تحسبش السيونس هذه. فهمتني؟ نجاوبوا على الاسئله الكل، اللي عنده سؤال اللي عنده حاجه نجاوبه به. هذه الحاجه اللي عم نقولها، اللي عنده اي سؤال، معناها انت تقرا في اللايف فما حاجه ما فهمتهاش، فما حاجه تحب تستفسر عليها، فما حاجه تحب تقادها، دونك كيما قلت لك نجم تكلمني ديريكت لهنا في الشات، ولا ديريكت نجم تهز تعمل لي فيلي ما ونعطيك معناها ونعطيك يعني الكلمه وتركح امورك، فهمتني؟ تسال سؤالك وتركح جوك الكل. اوكي به، ثانيه بركه بالله. مريقل على الاخر، دونك هيك حطينا النقاط على الحروف. باهي على الاخر، دونك حصتنا نتاعنا اليوم هي حصتنا الاولانيه. حصتنا هذه يعني حبيت هي باش تكون، حبيتها تكون اطول من ساعتين، لكن مش باش نجم نفوتوا ساعتين بحكم طالع نتاع الانفورماتيكي قريب بعد. اما راه فما دي سيونس باش نحضركم باش يكون اكثر من ساعتين، ساعتين ونص وثلاثه سوايع باش تصير الحاجات هذه. اوكي، باش نربحوا اكثر وقت لاكثر ولا اقل. باهي، شو نزيد نوضح اخر؟ نورمالمون هيك كل شيء واضح، مع الوقت تتزاد العمليه توضح وتتفهم على الاخر. بالنسبه للسيونس الاولى هذه باش نهبطها على اليوتيوب، خلي الناس الكل يراوها، خاطر فما جماعه باش تدخل ومازال ما دخلتش، باش نهبطها للناس الكل، وديجا طمطنا نهبطها لكم في الكلاس روم وزاد باش تلقوها على اليوتيوب، لكن الحصه الاولى فقط. اوكي، باهي حصتنا هذه شنو باش نقراو فيها؟ نقراو فيها الريزو والموتير دريفازي، الطريقه نتاع الخدمه، راني مش باش نخدم كان اكزرسيسات، خاطر فما تلامذه مش فاهم الكور. اوكي، معناها فما برشا كلمه فيه يقول لي يا اخي مادي في الريفيزيون اش تقري كان ديريكت التمارين بالطبيعه، على
ما نش تقري الكور بطبيعه، مش باش نقري الكور الكل، خاطر الكور ياخذ لي 50 سيونس يعني خدمه الكور دي العام الكل، مش باش نعوض لي 50 سيونس يجي 200 ساعه، ما يكفيناش الوقت وهذا بديهي. دونك نعملوا كور لايت، كور لايت معناها الكور اللي حاجتك اللي لازمك تعرفه باش تسلك امورك في الباك. شو معناها تسلك امورك؟ باش نجم تجاوب على دفاره الباك، خاطر كيما تعرفوا دفاره الباك مش ديتاي، ما يدخلوش لي ديتاي، اوكي معناها ما يدخلكش في ديتايات برشا. دونك العملية باش تكون سهلة على الآخر، والعملية باش تكون واضحة على الآخر، نعطيك الكور اللي لازمك أنت تعرفه واللي لازمك تكون فاهم، هذاك هو اللي يهمني. حاجة أخرى بلا شباب، فما بوطون تاع الكاميرا، هذيك ازاي تحل الكاميرا؟ باش ترزع لنا الكونيكسيون عليك أنت، معناها اللايف شيرزانك، معناها الكاميرا من غير ما تحلها، الفيديو هذاك لازم يكون مشطب، الصوت محلول والفيديو مشطب، ما حاجتيش به الفيديو، ما عندي ما نعمل به. اوكي ديجا ان الفيديو نتاعي مسكر، خاطر اللي يتفرج بالتليفون تنجم تطلع لي تصوير، التصوير تطلع له مدرقه على الاكران، زيدي صغار له الاكران. اوكي هاني نحيتها باش الطاي يطلع اقل والفيديو يكون اخف، هذه حاجه الاولى. وثاني حاجه زيد معلش يرزن عليك وكهو، ما عندك ما تعمل به الفيديو من غير ما تحله. اوكي به سيدك، خلينا نتوكلوا على ربي، نبداو مع بعضنا في البارتي نتاع الريزو. واحنا البلان تاع ريفيزيون حاجه اخرى، البلان تاع ريفيزيون انا حاطينه، ما انا حاطيت لكم كل سيونس باش نخدموا كل شيء، وكان حاجه حابين نزيدها ولا هيك فازا ولا حاجه نزيدوا دي سيونس اخرين، راه ما فما حتى مشكل، فهمت الهدف ان نكمل البروجرام تاعنا، هذا اكثر حاجه تهمني. ما انا ما تنجمش تحصر وانت بالضبط قداش، مي كان مستحقين انا باش نعمل اكثر، اني باش نزيد راه فهمت، المهم نكمل، المهم البروجرام الكل نعمل له تمصميصه مزيانه، هذا هو اللي يهم. باه رؤى تفضل، كان عندك حاجه تحب تسال عليها تفضل. باه اللي مش شويه اسمع فيا، خلينا نعاود نكتبها مره برك هذه. اخر مره به سيتو به ايس، خلينا نتوكل على ربي، خلينا نبداو ان شاء الله ايس. شوفوا من بعضنا لنشر. دونك شنو في البارتي نتاع الريزو تري فازي؟ احنا عندنا ريزو تري فازي وعندنا موتور تري فازي. اوكي باش نفهم الموتور تري فازي لازمنا نقراو الريزو تري فازي، زيد تقرا الموتور من غير ما انت تكون فاهم الريزو. دونك خلينا نبداو بالبارتي نتاع الريزو ان شاء الله. باه اي سيدي، خلينا نتبعوا مع بعضكم ونعطيكم الحوايج المهمه على الاخر في الكور. باه بالنسبه للكور باش نجم تفهمني بالباهي، جيب ورقه معك، جيب ورقه معك، والحاجه اللي نقول لك اني اكتبها ولا اني تلقاني خربش فيها عاودها معايا، خاطر ساعات عطيرش نقول لك هذه عاودها واحده، هذه طلعها قدها، حاول اكتبها على الورقه، مش ماتش راهو تتفرج وتمشي على روحك هكاك ما تكبتيش، فهمتني؟ دونك لازمك او ميم طون وانا قاعد نقري تكتب معايا، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه اللي انت لازم تعود السيونس منه ولا منه، لازمك تعودها، مش بالضروره تعود السيونس كان تغيب على السيونس، لا عاود السيونس حتى وانت ريفيزا باش تطلع الحوايج الناقصه تعاود تروشيك وكاو. باه اي سيدي، خلينا نتوكلوا على ربي مع بعضنا، باش نبداو بالدرس نتاعنا الاولاني اللي هو الاخراني في البروجرام اللي هو الريزو تري فازي. خلينا نبدا به في الريزو تري فازي يا شباب، عندنا تروا فاز. ستاك باش تعطينا حاجه اسمها تروا فاز، الفاز الاول، الفاز الثاني، الفاز الثالث، هذوما عباره عن فازات خيوط متعظم بعباره اخرى. هذايا بلوس معناها فيه الضوء، بلوس بلوس هذا شو نسميه بي هاش معناها فاز ان، هذا باش نسميوه الشباب بي هاش 2 معناها فاز 2، وهذا باش نسميوه بي هاش 3 معناها فاز 3. اوكي باه، دونك عندنا 3 فاز، فاز 1 فاز 2 فاز 3، كل فاز منهم تجيب لنا الضوء. باه التونسيون ما بين فاز وفاز، التونسيون ما بين فاز وفاز هذه تسمى U، تسمى تونسيون كومبوزي دي ريزو، الكومبوزي اللي هي المعقده، الكومبوزي المركبه هذيك ما بين فاز وفاز. باه عندنا حاجة أخرى اللي هي التونسيون ما بين فاز ونوتر، نوتر هو الجراوند الأرضي الماس حتى شيء، دونك هذا باش نكتبوا عليه لنا إلا ولا جي إن دي ولا ماس. هذا التونسيون ما بين الفاز والماس ما تسماش تونسيون كومبوزيت، تسمى تونسيون سامبل دي ريزو. سامبل معناها سامبل، اسم على جسمه، شو معناها سامبل؟ سامبل معناها العادية،
العادية مش المعقدة، العادية اللي تسمى في. المعلومة اللي حاجتي بك تشدها في راسك أني طبعا إنه ديما ديما توجور توجور الأو أكبر من في، والرابور لما بيناتهم هو راسين دي تروا. أوكي هذا اللي تشدوني، معناها أنا تونسيون كومبوزي هي ما بين فاز وفاز، تونسيون سامبل اللي هي ما بين فاز ونوتر. قول لي مهدي علاش حطيت ما بين الثانية والماس؟ حط ما بين أي كعبة تعجبك ما يهمش، ما بين الثانية والماس، ما بين الثالثة والماس، ما بين الأولى والماس، كلهم في. يعني هذه شنية؟ هذه في، هذه شنية؟ هذه في، خلينا نعملوا مستوي، أظن كل في. هذه شنية؟ ما بين فاز وفاس. هذه U. دونك ما بين فاز وفاس U، ما بين فاز ونوتر تتسمى في. الـ U هذيك تونسيون كومبوزي، والـ V هي تونسيون سامبل. وديما الـ U أكبر من V براسين دو تروا. الـ U أكبر من V براسين دو تروا. هذا بالنسبة للريزو، شوف معي، شو نكملوا رانا في الريزو، مازلنا ما بديناش فيه. ما عاد بعتلي في الريزو شو نجيبوا ريسبتور، باش نحطوا ريسبتور على الريزو، باش نفسر لك شو معناها ريسبتور. معناها حاجة باش نخدمها على الريزو هذاك. اللي باش نقراوه في الدرس الجاي اللي هو المدار تريفازي، هو سيتان ريسبتور. قول لي والله فهمتك شو معناها ريسبتور وشو معناها ريزو، باقي ما فهمتش، نرجعوا بالفلق. بريز الضوء العادي، البريز هذا نتاع الضوء نتاعك العادي اللي فيه زوز قب. انت مثال هذاك اش تجي فيه واش تربط اي حاجه، مثال اش تربط تلفزه، مثال اش تجي هنا واش تربط تلفزه. اكل بريز الضوء هذاك اللي خرج في الضوء هذاك يتسمى الريزو اللي خرج في الضوء. التلفزه اللي هي تتقبل في الضوء تتسمى ريسبتور. في الدرس نتاعنا اللي نقراو فيه الصناعه مثل الباك هذا التريفازي، الضوء نتاعنا شكون هو؟ هذا هو الريزو اللي هي فيه تروا فاز، مش زوز قب، ثلاثه قب فيه. اوكي، وهذا راه مش دوبل فازة، ما نقراوش احنا طولها في بروجرام الباك لما حالنا هذا المونوفازي. ما لنا شنو عندنا؟ عندنا فاز ونوتر. هذا البريز نتاع الضوء العادي كيف فاز ونوتر، معناها عباره واحده من الفازات هذو مع الجراوند. احنا في التريفازي تروا فاز، اش تلقى فيه؟ ثلاثه قب كيما هيك. اوكي، مش زوز قب، مش فاز ونوتر، تلقى فيه تروا فاز وما غير نوتر. به والريسبتور نتاعنا اللي هو مدار تريفازي، كيما في الدار نتاعنا نحطوا غساله ونحطوا فريجيدار ونحطوا تلفزه ونحطوا اي حاجه، مولينكس ولا اي حاجه اخرى. هذا شنو معناها ريزو، شنو معناها ريسبتور. الريزو نتاعنا هذا كان مصور بالروز، والريسبتور نتاعنا اللي باش نقراوه ان شاء الله اليوم هذا هو الموتور تريفازي. اوكي، به قلنا الاي توجور سوبيريور افي. حاجه اخرى باش نتعدى عليها، راني قاعد نحط لك في النقاط المعلومات اللي نقول فيهم توا شباب، راهو ما فيهم حتى معلومه زايده، معناها نقول لك فيه لازمك تكون تعرفه باش نجم تجاوب، لازمك تكون تعرفه باش نجم تجاوب. معناها نعطيك روح الزبده بلغه اخرى، معناها مش نقعد نكسر لك في راسك بحوايج زايده. معناها اي كلمه انا باش نقولها راهي مهمه على الاخر، زايده ما نقولهاش. اوكي، هذاك في كور عادي نجم نطول لك ونعطيك اكثر تفاصيل، نعطيك المهم باش تسلك امورك. باه في دارنا العاديه، كي نرجعوا ليكزومبل للدار، مثلا احنا عندي بريز ضو عادي، واش نربطه معاه؟ تليفون. ما نقعدش نخمم انك فيش تربط شارجور، ولكن نجي نربط تلفزه فيش تربط، اربط كيما جات خل تدخل، ما فماش كابلاج معين، اربط كيما جات. هذاك في العادي في الدار، في المونوفازي. في التريفازي دويو ثم زوز انواع باش تربط ما بين الريزو والريسبتور، ثم زوز انواع نتاع كوبلاج كيما كلمه كابلاج. ثم كوبلاج تريونجل اللي هي لايك ذيس تريونجل كيما هذه، وفما كوبلاج نجمه، فما تريونجل وفما ليتوال. هذا يتسمى كوبلاج تريونجل وهذا يتسمى كوبلاج ايتوال. هذا تريونجل وهذا الايتوال. اوكي، قول لي يا مهدي شنو، ما فهمتكش، شنو هو تريونجل شنو هو الايتوال؟ مثالش نزيد نوضح اكثر باش تبدا العمليه واضحه. به شنو نجيب لهنا؟ شنحي الريسبتور هذا، تصور لك حاجه باش تبدا تفهم شنو الفرق بين تريونجل وليتو. الريسبتور نتاعنا كي نجيو نكابليوه، معناها يبدا اني عندي ريزو، شنو ربطه مع ريسبتور؟ شنو ربطه مع موتور تريفازي ولا ما حاجه؟ فما نوع نتاع كوبلاج، يا الكوبلاج نتاعك يكون تريونجل يا الكوبلاج نتاعك يكون اتوا. خلينا ناخذ تصويره اخرى ونفسر لك العمليه. مثال اش تلقاها مصور لك كيما هيك، ناخذ نوفو دوكيمون ورقه جديده ونفهم. شوف معايا. به صمناها الورقة على اثنين، اش نخدمو؟ اتوال، واش نخدمو؟ التريونجل.
به اللي توال هوك فاش يصور كي نجم قلنا واش ترك مصور لك مش خيوط وكا واش ترك مصور لك دي بولات تقول لي اوه شنو هي الكلمه هذه ولا اورمونات شنو هي الكلمه هذه جديده علينا واش تفسرها لك بالبه انت كي تاخذ ريسبتور مثال موتور موتور منش تلقاه يتكون من داخل تلقاه مثال يتكون من بوبيناج ولا شي يقول لك شوفوا تلقاه يتكون من دي ريزيستور معناها ثم حاجه لنا الداخل هذا هو الريسبتور بتاعك انت هذا هو الريسبتور بتاعك وهذا هو الريزون تاعك فاز 1 فاز 2 فاز 3 ولان الريسبتور شو كيفاش معمول معمول اتوا هذا الريسبتور معناها الريسبتور هذا اللي باش تخدمه سواء نفترضوا ان هذا موتور تريفازي ولا شوفاش يبدا متكون من تروا ديبول معناها تروا ريزيستونس ولا تروا بوبين ولا ينجم يكون سادة تروا كوندنساتور اللي يهمونا بالاساس اليوم تروا بوبين ولا تروا ريزيستونس هذا بالنسبه للتوا شكله هيك التريونج كيفاش كيما وريتك بالضبط شو تجيني هنا شو تصور تريونج اما شو تحط الديبولات نتاعك هيك 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 الديبولات هذو منيش بيكونوا ريزيستونس كيما نجمو يكونوا بوبين كوندنساتور مش كيفاش تراها اللي باش تراهم ديما اللي لازمك تعرفهم اللي هما يا ريزيستور يا بوبين شنو الفرق؟ نصوروا الكلام هذا بشوي بشوي به عندي لهنا الفازات نتاعي عندك لنا هذه فاز ا هذه فاز 2 هذه فاز 3 هلا بالروز هذايا هو الريسبتور اللي باش نخدمه هذايا بارتي هذه هي الريزو اللي يعطيها لنا ستاك هذه تقول لي منين نجيبهم فاس 1 فاس 2 فاس 3 هذوك نجيبهم لك ستاك دونك هذه راهي البارتي نتاع الريزو هاو هذه ريزو وهذه ريزو وهذا يسمى ريسبتور وهذا راهو يتسمى ريسبتور به أي سيدي شوف مش كنت تقول لي جديد وتقول لي ما نعرفش سامحوني بالله جست خلينا نشوف باه جيت جاوبت ميساج فمش كون قال لي مشي نسمع في الاكران باه اي سيدي نواصلوا دونك قلنا هذا الريزون تاعنا هذا الريسبتور تاعنا هذا الريزون تاعنا وهذا الريسبتور تاعنا زوز انواع نتاع كوبلاج قلنا عندنا الكوبلاج اللي هو هذا الاولاني اتوا وعندنا الكوبلاج الثاني اللي هو تريونغ باه التونسيون هذه شباب قلنا ما بين فاز وفاز تتسمى او هذه التونسيون تاعنا تتسمى او هذه التونسيون ما بين فاز وفاز تتسمى U هذه U وهذه U به باش نطلعوا شويه قواعد واش نستعملوا هذه اللي هي التونسيون او بورن دان ديبول اش معنى التونسيون معنى التونسيون اللي راه فيها الديبول هذه اش نسميها V ولا في سي هاش باش ما تقولش بعضك اش نسميها في شارج هذه في سي هاش ولا في شارج ب هيك سمعي في سيارة أنا في شاش هذه هي نفسها تقول لي شنو اللي صورته كيما تصور ريزيستونس لهني هذا كورون اي التونسيون هذه اسمها يو ار كيما اسمها يو ار هذيك الوادو كيما هكا بالضبط طب هذه اللي سميتها لهني سميتها في سي هاش اوكي في سي هاش اوا معناها في شاش هذه التونسيون اللي راه فيها ديبو باه شوف لنا معايا بالعين شنطلع العلاقه ما بين اي وفي سي هاش شنطلع العلاقه ما بين اي وفي سي هاش باه لنا بالعين نحكيها قاعد نقرب لك اني راهو بالعين باش تبدا انت فهمني ونفهموا بعضنا لهني الاي ارتاش التونسيون هذه تحسها مقسمه على الديبول هذا والديبول هذا دونك باللوجيك تكون الاي اكبر من في سي هاش خاطر الاي باش تتبشطر على زوز حسب مرة يعني هي على الثلاثة في الحقيقة ما فيش قاعدة تراها عيني الاي باش تتقسم على زوز على هذا وعلى هذا اوكي دونك الاي لازم تكون اكبر من في سي هاش والرابور ديما سين دو تروا
اوكي دونك الحاجه اللي باش نقولها لهنا انه U ايكال في سي هاش فوا راسين دو 3. القاعده هذه لازمك تكون تعرفها ما فيهاش نقاش. اوكي باه نوخر عنها هذه فهمنا فيها. باه نزيدكم واحد اخر، الكورون هذا اللي جاي مستاك يتسمى كورون دي ليني اي، اللي جاي مستاك يتسمى كورون دي ليني اي. اوكي الكورون اللي داخل في وسط الديبول هذا يا اللي دخل في وسط الموتور، ما انا فاهم الكورون اللي بعثته ستاك اوكي يتسمى اي، كورون اللي داخل في وسط الديبول ما دخل في وسط الريسبتور الداخلي يتسمى جي. كورون سيركيلون دون شان اورولمون، دخل دون زان اورولمون اوكي، وهذا اي الكورون اللي جاي مستاك، هذا اللي جاي مستاك. به شو نلاحظوا يعني؟ لاحظوا انه الاي هو نفسه جي، ديجا لا تقسم لجل الواحد شيء، معناها نجم نقول هنا انه اي ايكال جي. هذايا وين؟ هذايا في الكوبلاج توا. ترى خلينا نمشيو للكوبلاج تريونجل بالعين لنا باش نحفظ قواعديه. الاي ايكال في سي هاش، هذه القاعده كيفاش نحفظها؟ تقول القاعده هذه بالعين، شوف معايا يعني الاي كنتلاحظ بالعين نفسها الاي هذه داخله كلها باش تضرب لنا في الديبول، يعني نجم نقول انه اي ايكال في سي هاش القاعده هذه من التصويره، ديجا التصويره تنطق. لكن نرجعوا لهنا، هذا الكورون تاع ستاك اسمه اي، شي يتقسم لهنا جي وجي، كورون اللي تخلف النورمالمون. شكون اكبر لهنا حسب رايك باللوجيك؟ الاكبر هو الاي، علاش؟ خاطر الاي باش يمشي يمشي باش يتقسم، باش يتقسم لقشه من هنا لقشه من هنا، دونك نجم نقول انه اي اكبر من جي. شو معناها اي اكبر من جي؟ والرابور ديما راسين دو تروا، يعني نجم نقول انه اي او هاي القاعده اي ايكال جي فوا راسين دو تروا، او جيت كارو باش نعطيك الكلمه. دونك هذه اي ايكال في و اي ايكال جي فرصة دو 3، هذا في التريونجل. في الليتوال شنو عندنا؟ الاي ايكال في فرصة دو 3 والاي ايكال جي، كنتلاحظ عكس بعضهم، معناها لنا الاي قد الفي في التريونجل، بينما في الليتوال الاي قد الجي، ولنا هذه لفيها رصين دو 3 هذه لفيها رصين دو 3 عكس بعضها. اوكي تفضل يا رؤى، صحيح شنو سؤالك؟ رؤى انا حليت لك الميكرو، نسمع فيك نسمع فيك. مسيو انا راني توا كي دخلت مانيش نعرف اش تقعد تحكي، تنجم تعاود لي عايشك؟ باه هاش نعاود، معناها نعملوا ابيل صغير على البارتي هذه، وعادي اول مره ما تسمعش خاطر كي دخلت ما عملتش ريجواندر الاوديو من لوطا من الكاسك، فما كاسك لوطا عادي 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 مستانس، ديما السيونس الاولى هيك، هذيك حاجه ما فيهاش نقاش، فهمتني؟ انا واش نعاود رابير على البارتي هذه، من نعاود الريفزار كل ما بعضنا من نفهمها. وحاجه اخرى، اول ما تهبط السيونس هذه نحاول نهبطها اليوم في الليل اوكي، بعد ما نكمل اللايف غدوه الصباح صير تلقاها هابطه ما فيش نقاش، او تتفرج عليها البارتي الاولى. اوكي واضح رؤى ولا باه؟ واضح. اما واضح واضح، شنو نعاود لك البارتي الاولى باش نجم تكمل تتبع معنا. اوكي فما حتى مشكل. اوكي عايش كونيكسيون تاعك ضعيفة شوية رؤى، وفي الآخر الناس ما فيك بريتا. أمير تفضل. أمير نسمع فيك. هلو مسيو، مرحبا بك أخويا. السلام عايشك. جوست فازتك الإي هذيك أكبر من البي سي هاش هذيك، جوست كنت عاود هذيك بعد. نعاود لك خويا الغالي. باهي الإي أكبر من البي سي هاش، العملية سهلة على الأخر. شو معناها؟ الإي هذه ما رتاش طونسيون، هذه الزرقاء التونسيون هذه بشكلها زوز ديبولات بالعين، نحكي لنا راهو بالعين هي هذه قاعده، اما انا كيفاش تحفظها القاعده هذه؟ الاي ريده باش تقسم على زوز ديبولات، صحيح ولا مش صحيح؟ معنى هذه هي الكبيره باش تقسم على زوز. يا اخي انت في الفيزيك اقعد معايا يا امير، ما تسكرش الميكرو بتاعك، تبعني باش نفهموا بعضنا خويا الغالي. باه انت عندك في الفيزيك هذه تونسيون، وعندك لهنا ديبول، ديبول هذه باش نسميها U1 مثال، وهذه U2 وهذه U total. شكون الكبير لهنا ترى؟ سامحني، U total ولا U1 ولا U2؟ باللوجيك نحكي لنا بالعين، شكون الكبير؟ U total. U total هي قد خاطرها هي U1 مع U2. ايه طبقوا الكلام هذا نفسه، الـ U هي قد الـ VCH هذه والـ VCH هذه، دونك شكون الكبير؟ الـ U. الـ U أكبر، هكا شنو تبت؟ الـ U هي الصغيرة مضروبة في راسين دو تروا، خاطر الرابور ديما راسين دو تروا لهنا. ايه واضح، عاجب. تقولي باش نحسب اي ايكال راسين، شنو هي الكاستيون اللي يعطيهولي باش نحسب اي ايكال راسين دو 3؟
مريم الميكرو نتاعك خير، ما فهمتش السؤال. تفضل يا مريم نسمع فيك، شنو السؤال نتاعك؟ نسمع فيك، الو سليم، قرب الميكرو شويه الفمك باش نسمعك بالباهيه. يعطيك الصحة مثال، يعطيك الفي هذه ويقول لك طلع لي الاي قداش، مع العلم انه الكوبلاج نتاعك اتوال مثال. فهمتني يا كيستيون يعطيهولي باش نعرف اللي هو يحكي لي على الاو تي كان راسين دو اوكي اوكي اوكي. يقول لك احسب لي تونسيون كومبوزي دي ريزو، هذا اللي حكيت عليه بالاول، الاو هي تونسيون كومبوزي دي ريزو. ولا يقول لك هاو الاو عندك وكل شيء عندك، طلع لي تونسيون او بورن دان دي بول، تونسيون اللي يرافها الدي بول. وهاو شنو نخدموا تمارين عليها ان شاء الله. باه فرح تفضل، فرح نسمع فيك. تفضل فرح، كان عندك حاجة تحب تسأل عليها؟ تفضل، كان مريقل مريقل. أنا حليت لك الميكرو نتاعك. نسمع فيك. جست باش نسألك، اسكو وقت اللي يعطينا ما يعطينيش المونتاج ويعطينا مثلا الأو الأو تونسيون والكورون معناها والكل، اسكو نجمو نطلعوهم منه؟ شو معناها تنجم تطلعهم منه؟ ما فهمتكش، شنو عطاك وشنو ما عطاكش؟ اسكو هو مونتاج تريونجل ولا مونتاج إتوال؟ من الحسابات معناها ايه. لا لا اترو اترو احكيو فيها فصل الكوبلاج، اول ما ندخل الموتور تروح تحكي عليها شويه فصل الكوبلاج كيفاش طلع، مش بالطريقه هذيك، مش بالحسابات. لا اوكي، خليني كل حاجه خليني بالتسلسل نمشي لها تركب على بعضها على الاخر، معناها نضيفها على الاخر. فهمتني؟ جي تقعد معايا اوكي. باه التونسيون تاع الفي سي هاش هذيك هو التونسيون تاع ريزيستانس ولا تاع شني ولا البوبيناج ولا شني؟ التونسيون او بورن دي ديبول هاكا اللي نجم يكون ريزيستانس، ينجم يكون بوبين، ينجم يكون مخلط. هذه هي واهي تعرفها انت، كي ناخذ التونسيون هذه، هذه اي وهذه ار. التونسيون هذه تونسيون او بورن دان ديبول او بورن دان ريزيستانس، انا هي يو ار ايغال ار فوا اي، هذيك هي نفس الاو ار. فهمتني يا سيمسيو؟ الاي ار هذيك مسميها لنا في سي اش. علاش ما سميتهاش في؟ باش ما تدخلش ما بين الفي هذه والفي اللي كنت قرني فيك بكري فيها، اللي هي تونسيون سامبل دو ريزو ما بين فاز ونوت. اوكي باه، نعاود نلخص، نعاود نلخص العمليه الكل. اوكي باه، باش اللي ما فهمش حاجه، اللي حاجه هربت عليه نعاود نلخص. اللي فاهم او ميم طون شد ورقه وستيل ويعاود واحد يصور اتوار، يصور تريونجل، العلاقه ما بين الاي والفي، العلاقه ما بين الاي والجي. الاي اسمها تونسيون كومبوزي والفي اسمها تونسيون سامبل، باش تبدا العمليه واضحه. دونك نعاود العمليه الكل باش تبداو فاهمين. قلنا باش نقراو احنا الموتور تريفازي، ما نجمو نفهمو الموتور تريفازي كان ما نكونو فاهمين مليح الريزو. شنو هو الريزو؟ الريزو هما عباره على تروا فاس، فاس 1 فاس 2 فاس 3، اللي هما هذا فاس 1 فاس 2 فاس 3. التونسيون ما بين فاز وفاز، باش نرجع لها الورقه هذه باش تفهموني بالباهي. نرجع للورقه اللي كنت نكتب فيها. اوه باه، التونسيون ما بين فاز وفاز قلنا هذه تسمى تونسيون كومبوزي دي ريزو، هذه راهي تونسيون كومبوزي دي ريزو ما بين فاز وفاز. كان التونسيون ما بين فاز ونتر تسمى تونسيون سامبل دي ريزو، كومبوزي نرمزو لها بي والسامبل نرمزو لها بفي. وديما ديما ديما الاو اكبر من في، الاو اكبر من في والرابور راسين دو تروا، هذه قاعده. دونك الاو ديما اكبر من في والرابور نتاعهم راسين دو تروا، معناها نجم نقول انه اي ايغال في في راسين دو تروا، او نجم نقول انه في ايغال اي سير راسين دو تروا. هذا مزود صحاح. به الريزو هذا يعطيه لنا ستاك ويرحم والدين والديه ستاك. الريزو هذا باش نخدموا به الموتور تريفازي نتاعنا اللي هو يتسمى ريسبتور، ولا اي جهاز يخدم على التريفازي. نجم يكون شفاش، نجم يكون ماكينه تكسر حجر، اي حاجه. ينجي نربطوا الريزو مع الموتور تريفازي لازم لك كوبلاج. كوبلاج فيه زوز انواع، يا تريونجل يا اتوال. مشيت لكم للورقه اللي بعدها ووريتكم شنو الفرق ما بين الاتوال والتريونجل. الاتوال هذا ولنا صورت تروا ديبول، خاطر اي ريسبتور لازم يكون فيه تروا ديبول. ديبول شو معناها؟ نجم تكون بوبينه وتنجم تكون ريزيستونس.
وطلعت لكم القواعد، قلت لك لان الاي هذه باش تتقسم مع الديبول هذا وعلى الديبول هذا، دونك نجم نقول انه الاي اكبر من في. بعباره اخرى نفترضوا كان هذه 400 فولت، هذه تتقسم 200 200، راهم الفالورات غلطين جمله، جيست نحب نحفظ ذاك القواعد بطريقه ما تنساهاش. هذه 400 نقولوا تتقسم لهنا 200 ولهنا 200، دونك شكون الكبير 400 ام 200؟ 400 اكبر، دونك نجم نقول انه اي اكبر من في، والرابور ديما راسين دي 3، دونك نجم نقول انه اي ايغال في فور راسين دي 3. صحيح هذه قاعده. بينما كي نمشي للتريونغل هنا كان هذه 400 فولت، هذه باش تخش فيها ال 400 الكل، دونك نجم نقول انه اي ايغال في. هذه القاعده الاولى ما فيهاش نقاش، لازم تكون تعرفها، اي ايغال في فور راسين دي 3 في ليتوال، اي ايغال في في التريونغل. نمشيو للكورو، هذا هي الكورون اللي بعثوا ستات يتسمى اي كورون دي ليني، اللي خش في وسط الماكينه يتسمى جي كورون سيركيلون دون شاك ديبول، كورون اللي دخل دون ان اورولمون ولا دون زان ديبول اللي خش في الماكينه. معناها كان انت مثال عندك تليفون رابطه في البريز، ناخذ مثال من الدنيا، الكورون اللي جاي من ستات يتسمى اي، الكورون بعد ما دخل في وسط تليفونك وبدا يشارجي في البطاريه يتسمى جي اللي الداخل، لان الاي قد يجي ما تقسمش هاوني ها، ولان الاي تبشترت قسمها زوز من الناس. نفترضوا لان عندنا زوز امبير، قسم لان امبير ولان امبير، شكون الكبير لهنا؟ الاي، دونك زوز اكبر من واحد، دونك الاي اكبر من جي، والرابور هو رصيد 3، يعني اي ايكال جي فور رصيد 3. طبعا هذا ما فيهمش نقاش، راهم لازم يكونوا في راسك. باه باش يكون فيكم عنده سؤال هنا، كانش خلط هذا البارتي اللي بعده اللي هي في غايه الاهميه لي بويسونس. كملوا البارتي نتاع لي بويسونس ونجمو نخدموا عليه. تفضل تفضل يا رؤى، مش نسمع فيك بالباهي يا رؤى، صوتك مخشخشه. رؤى والله لا سمعتك، صوتك مقصوص على الاخر، ترى اكتب لي ميساج باش نجم نسمعك، مقطع ياسر صوتك، الكونيكسيون عندك ضعيفه برشا. تفضل يا شريف ابعث لي ميساج هكا مش نسمع فيك يا رؤى. جمله شريف مسي ذيك في الاي قال بي سي هاش اي لي ديبول الاخرين ما ياخذوش من الاي، ما يستعملوش من الاي، كيفاش؟ لا لا ياخذوا 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 انا نعطيك كيفاش به به سامح واضح 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 اوكي اقعد معايا ناخذ مثال نتاع فيزيك بسيط على لك اي سي دي نرجع للبريمير اي خويا الغالي او انت مثال لهنا عندك تونسيون هذه 10 فولت يا اخي مش هذه باش تكون ساده 10 فولت تونسيون ومش هذه ساده باش تكون 10 فولت صحه الفاز هذه مش صح نفس الطريقه بالضبط شي مش تونسيون ما تتقسمش لهنا ما فما حتى مشكل الكورونا باش تقسم الكورونا باش من فوق شي تبشر شويه منه وشويه منه اوكي واضح واضح نفس العمليه بالضبط ما بدلت حتى شيء فهمت معناها انت ان الفازات اللي قلتهم لكم تاع 400 و200 راهم مش مساحه الفالورات 400 و200 نحب نشوف كيفاش انت القاعده هذه لازم تكتبها بالصحيح اني نعطيك في طريقه في التصوير تطلعها القاعده هيك مش خاص هيك دمغي وكو به ما هو خطر لهنا ساده الاي ما تتقسمش كان على زوز تتقسم على ثلاثه ماني جيست تعطيني طريقه كيفاش نشد القاعده هيك وكو به راح ونظام رؤى قلت لك شنو نقصد بالريزو تريفازي به اوكي عشان نرجعلك فرح ونضال تفضل فرح ونضال نعرف شكون فيكم عنده سؤال نمسيو جيت باش فكرنا بال هكا ريبريزونطاسيون هذيك تاع ما بين الريلاسيون انتر التونسيون سامبل التونسيون كومبوزي مريم صورها لي تونسيون سامبل التونسيون كومبوزي ريبريزونطاسيون هذيك شو ريبريزونطاسيون مش باش نعملها باش نبدا معاك صريح قلت لك باش نركز لك على حوايج الاساسي اللي لازمك تعرفهم فهمتني اللي باش تلقاهم قدامك في اي اكزامان ولا اي حاجه
نركز على الحوايج الحوايج اللي بيجيو الجمله مش باش نركز عليهم، خاطر كان كل ديتاي باش نرجع له، والاي يو في نعمل لك ديمونستراسيون نتاعها، والريبريزون تاع هيك نعمل لك ديمونستراسيون، باش نعدي الساعتين الاولى والساعتين الثانيين نعملوا في الكور نتاع الريزو. بعدين مش باش تستحقوا في دفاره الباك، دونك شنو نقعدوا في مشكل. تفضل نظام. بس حبيت تسال على الكورون جي جي بين جي والاي جي هو دخل الديبو دخل الريزيستانس يعني الجي هو اللي دخل الريزيستانس صحيح والاي هو اللي جاي مست يعني بعد ما دخل الريزيستانس هذاك سموه جي ذاك الكورون اللي داير فوسط بالضبط بالضبط اللي قاعد يدخل في الديبو اللي يسمى جي اللي جاي مستاق يسمى اي واضح نسي واضح اوكي يعطيكم الصحه دونك كان جاوبت على الاسئله باه ادم غير ما تحل الكاميرا بتاعك عشوية عشت تحلها الكاميرا زي باه قدك شنو نقص بالريسو تريفاسي وشو اللون باه رؤاج يوسف ما مشكلة عندي في الميكرو بتاعك مش نسمع فيك بالباه دونك واللي اكتب لي كانيك من اللون اني شعملت ما عملت حد شي رام جيست قلت الريزو هم عبارة ثلاثة خيوط فيهم الضوء ثلاثة فازات اكوما فيهم الضوء نربطوهم مع ريسبتور معين باش يخدم الريسبتور هذا كيما انت في البريزم تاع الضوء العادي تربط البريزم تاع الضوء بتلفزة دونك الريزو هو يتسمى البريز والتلفزة يتسمى ريسبتور كيف الريزو متاعنا اللي هما ثلاثة فازات فاز أ فاز دو فاز تروا يجيبوا الضوء الريسبتور هي الحاجة اللي باش تخدمها أوكي الريسبتور الحاجة باش تخدمها ينجم يكون موتور تريفازي ينجم يكون شوفاج ينجم يكون أي حاجة أما الريسبتور في الدرس متاع التريفازي هذا ينجم يكون مكابلي تريونجل كوبلاج تريونجل كيما ينجم يكون كوبلاج إتوال هذا اللي قلته من الأول كي نتعداو الورقة هذه نحكي لك شنو الفرق ما بين الإتوال والتريونجل باش نزيد نوصل كي نحكيو على الاطوال والتريونكل الشباب لهنا باش نحكيو على حاجه اخرى مهمه اللي هي لي بويسونس لازمك تفهم انه الريسبتور نتاعنا في التريفازي يشرب دو بويسونس برينسيبال باه نبداو بالبي والكي والاس باكس شنو هي هذه خلينا نفسرها لكم بالباه دونك عندنا البي وعندنا الكي وعن الاس السيستم يشرب ثلاثه حاجات هذوم والمهمين هم البي والكو ركز معايا بالباهي باه مثال انت عندك ريزو هنا الريزو تاعك ربطته بموتور تريفازي على سبيل المثال خذين ولا اي حاجه اخرى لكن الريسبتور تاعك هكايا ينجم تكون يتكون من ريزيستانس وكهو ينجم يكون يتكون من بوبين وكهو ينجم يكون مخلط شو حمص وزبيب شويه ريزيستانس على شويه بوبي اوكي مفهوم باه نشوفوا مع بعضنا لهنا البويسونس اللي باش يشربها الريزيستانس تسمى بي اللي هي جايه من كلمه بويسونس اكتيف هذه تسمى البويسونس اكتيف هذه اللي باش يشربها لي ريزيستانس واليونيتي نتاعها بالواط اي حاجه بي بالواط واللي تعرفها من الموتور اكورون كونتينيو نتعداو للكي الكي هي البويسونس اللي شربها لي بوبي مو سيستم ينجم يكون فيه بوبين البويسونس اللي يشربها لي بوبين تتسمى بويسونس رياكتيف والينيتي نتاعها فار فولت امبير رياكتيف كيما الفار نتاع الكوره جمعها فار فولت امبير رياكتيف هذه وات ما لا مهدي الاس شنية كان البي نتاع الريزيستانس والكي نتاع البوبين الاس هي الصوم ابارونت توتال هي اللي شربها لي ريزيستانس مع لي بوبين بوها على خو الجملي هذيك تتسمى اس باهي تصويره هذه مهمه على الاخر راني كتبتها لهنا هذه جيست للتفسير نصغرها ونتكها على الجنب باش نرجع لها خليني نزيد نحكي معكم شويه باهي هذه خليها على الجنب التصويره هذه اقعد معايا طاو سواء الكوبلاج بتاعك كان اطوال ولا تريونغ ما يقلقش كيف سواء كان اطوال ولا كان تريونغ ما يقلقش قواعد هذا نفسه ما يفرقوش ما بين الاطوال والتريونغ عندك البي اش نبداو هذه اللي شربان ريزيستانس البي هذيك يا شباب القاعده نتاعها ايغال راسين دي 3 او فوا اي فوا كوس في بعد هذه للحفظ البويسونس اكتيف جمرها اسمعني انت ديجا حافظ اي فوا اي من الموتور كورون كونتينيو مش تعرف انه البي ابسوربي نتاع الروتور ايغال اي فوا اي ومتاع الستاتور ايغال اي اكسيتاسيون
فوا اكس تساوي نفس القاعده بالضبط. خذها هاني فوا اي كيف وقلنا الدرس هذا ديما فيه رسين دو تروا، زيد هاني رسين دو تروا اي فوا، وليش تزيد جديد هي الكوس في هذه بالنسبه للبي هذه به هذه قريناها تعادل الكي البويسونس اللي شربها السيستم كله شد عندك رسين دو تروا اي فوا اي يا كيف بالضبط، لكن في بلاصه الكوس سينس في. حاجه اخرى لينيتي نتاع البي، لينيتي نتاع البي هي وات دبل في، هذه لينيتي نتاعها فار. ونتعداو للجمليه، الجمليه اللي هي الاس شنو هي راسين دو تروا اي فوا اي، هذو مرام قواعد للحفظ عاش نعملها خضرة. هذه الجمليه لينيتي نتاعها شنو هي فار. اسمعني اسمعني، الاس من غير ما تحفظها الاس تطيح اوتوماتيكمون بونيس. كيفاش تطيح بونيس؟ طوا هي مش كحافظ الكي انت راسين دو تروا اي فوا اي فوا سينس نحي السينس فيه تطلع لك الاس، وفار نحي الار تقعد لك فا اليكول، تقعد لك هذه فا فولت امبير. فهمت العمليه كيفاش؟ دونك نعاود نعاود اللي ما فهمش ميساج مره اخرى من مسالي حد حد، لكن خلينا نعاود. الريسبتور تريفازي نتاعك ينجم يشرب 3 بويسونس، البي اللي هي اللي شربها لي ريزيستونس، الكي اللي هما اللي شربها لي بوبي، الاس اللي هي ابارونت كيما كلمه الصور الجمليه، هذه مع هذه مخلطه. البي القاعده نتاعها راسين دو 3 اي فوا اي، ديجا الكل فيهم راسين دو 3 اي فوا اي، راسين دو 3 اي فوا اي، راسين دو 3 اي فوا اي. الاولى كوس في تاع البي ولينيتي وات، الكي سينس في ولينيتي فار، الاس حتى شيء ولينيتي فار. هذه هي اللي بويسونس نتاعك اللي شربها السيستم كله. ساعات 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 يطلب منك البويسونس اللي شربها ديبول برك، قول لي هذه شنو معناها اللي شربها ديبول، ما فهمتكش. نرجع لك للتصوير، اقعد معايا تطرق كل شيء مربوط ببعضه، شي اصبر عليا شويه وكم. هذه خليك تبان لنا وات، هذه فار، هذه فا، هذه لينيتي به. اني وريتك البويسونس اللي شربها السيستم كله، شو معناه اللي شربها السيستم كله؟ اللي شربها هذا الكل، اللي شربها هذا الكل. ساعات ينجم يجيك الدفوار ويقول لك كالكولي لا بويسونس اكتيف ابسوربي بار ان سول ديبول، موجوده في باك 2018 كنترول باش نخدموا بعد هذايا. يقول لك بتاع ديبول بركه، اعطيني اعطيني بتاع ديبول بركه، ما تكثرش عليا، اعطيني بتاع ديبول بركه مش متاع الكل. انا اللي كنت نوريكم فيها هذيك متاع الكل، شيلها بيله متاع كعبه. شنو تولي هو؟ شنو تولي؟ تولي بي تاع كعبه بركه، هذه متاع كعبه تبت ا باش تفهموني، باش نزيد نكتب الدارجه متاع كعبه بركه واحده فقط، في و جي و كوس في. عبس تقول لي علاش في وعلاش جي وعلاش كوس في؟ الكوس في كيما بها هذه الكبيره كوس في، دونك تقعد كوس في. علاش في و جي؟ جاوب نجاوبك، وكان انت متبعني تزيد تفهمني بالباهي. نرجع للتصوير نتاعنا، خلينا ننظفها شويه. وجدك الشباب اللي عنده سؤال خلينا نكمل الفكره صح باش ما تهربش من مخي. قدام معايا نفسر لك باهي. اي سيدي، انت كي كنت تحسب نتاع التوتال، التوتال الاي هي الانرجي اللي باش تدخل للتوتال هذا اسمها اي، على التونسيون اللي باش تدخل للسيستم الكلي تسمى اي، والكورون اللي باش يدخل للسيستم الكلي تسمى اي. هكا علاش قلنا راسين دو 3 اي فوا اي فوكس في. دونك شنو بشي الكعبه؟ ما عادش اسمها اي التونسيون اللي باش تدخل في الديبول، ولا تتسمى في، لان بسميها في سي هاش ان. دونك حتى كي نجي نكتب القاعده نتاعي نتاع كعبه ما نكتبش في وكا، نكتب في سي هاش. باه الكورون نتاع كعبه شو اسمه؟ اسمه جي. هكا علاش في بلاصه اي بدلته بجي. ومهدي علاش نحيدها راسين دو 3؟ خاطر اني نتاع كعبه، دونك في بلاصه ما تكتب راسين دو 3 وردها ان، وان كيف كيف بلاش، ولا راسين دي ان كيف كيف بلاش. باه باه باش نعاود لك اي حاجه ما فهمتهاش. باه اوكي ما فما حتى مشكل، اي حاجه مش واضحه باش نعاودها، فما حتى مشكل. باه جست نكمل الكعبه هذه شباب. قلنا الكي هذه البويسونس الرياكتيف، الكي هي البويسونس اللي شربها السيستم الكل، راسين دو 3 اي فوا اي فوا سينس في. كيش نعمل الكي نتاع كعبه بركه؟ الكي نتاع كعبه بركه اي حاجه راني
مش واضحه ولا فطري مش ترجعني طبعا حتى مشكله كش نطلع الكيم تاعك على بركه شنو نقول كيما بالضبط لهنا كيم تاعك على بركه ا خاطر تاعك على بركه في و جي و سينوس في كش نطلع الاس تاعك على بركه في و جي هذوما تاع كعبة واحد ديبول بركه كعب 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 هذه تاع الكل كل الكل به به نجاوب سي او جي و في اوكي اوكي به واضح السلام يعطيكم الصحه وبصحين على الاخر فرح تفضل اعطيني سؤالك الصعب اذا ما حاجه مش واضحه مريم سادة كيف كيف فرح تحب تتكلم انت نجم تتكلم مريم كيف كيف اسمع فيك شو حبيت نسألك على الفي كنت عندي الفي منين جبتها هذا سؤالك اوكي به خليه لي سؤال سمعته مريم مريم مسيو جاي ومسيو كي هي مش بدها الاو هي بدها راسين دو تروا فوا في كي انت بدلتها بالفي مش نورمالمون تعطينا تروا فوا في فوا جي فوا كوسينيس في به علينا نحيدها انا علاش نحيدها شكون يعني علاش نحيدها به 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 واضح سؤالك واضح بريك اجاوبك عليهم كل خن واضح به سالتوني على الفي وعلاش بدلتها بريك على الاخر امين تفضل شو نفسرهم خلينا نسمع الاسئله بعدين بس ناخذ الفلو بتاع الإجابة تفضل امين امين تكلم ميكرو محلول مشي نسمع فيك ترى نضال مسيو تفضل نضال وكمل تفضل حبيت نسال مسيو تو حنا كي حسبناها كلها لي بيسونس تو كملنا راسين دو تروا علاش كي حسبنا كل واحد انا حان راسين تروع منا ان واضح 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 مفهوم سؤالك واضح وصلناش نجاوبك عليها باه علاش بدلنا الفي بالاو باه واضح واضح رو ان اوكي باه يعطيكم الصحه اسئله واضحه على الاخر دونك خليني ناخذ ورقه اخرى لا مش نسمع فيك اللي قاعد يتكلم طب مش نسمع فيه كامل تفضل مسيو كل شيء واضح واما بلي تفكير الفاز ديما دوني هي عاود لي عاود لي اما شنو الفاز الفاز شبه شمعنى الفاز دوني شمعنى ما هو موجود كوس في ولا سينيس في يعني. ايه بين شكون شكون يا وجهتك اوكي واضح واضح على الاخر كلش نطرقوا له هذا اوكي باه مفهوم على الاخر عن الفي ايه تفضل امين تحب تتكلم تكلم باقي مشي نسمع فيك باه مستر شنو انا بطيت انا راني سمعت الاسئله اللي عنده حاجه يبي يزيد يكتبها يكتبها بما سؤال متكرر نتاع الفي والاي والسين دو تروا والاو جو هذاك الكل ركز معايا خليني نفسر النقطه هيك وكاهو اوكي احنا عندنا ريزول يعني ربي ركزوا معايا في النقطه هذه خلينا نصور الريسبتور قبل شن جينا هنا إتوال ولا تريونجل كيف كيف القواعد كما اللي قاعدين نقرأ فيهم طالب ويسونس إتوال ولا تريونجل نفس الحكاية بالضبط به شن جينا هنا هذه هيك هذه هيك وهذه هيك لبروزة كيف ريزو هذه التونسيون إي خير لا يجس شوية لوجيك معايا بشوية لوجيك ادخلوا فيها بشوية لوجيك تطقها المنطقية على الاخر العملية هذه باش نسميها في سي هذه باش نسميها اي كورون تاستيك وهذا باش نسميه جي هذا هذا بكله خليني نعمل ليني بالازرق وليور ديفو ما نحبش هذا اللي بالرزق والرسبتور متاعي به الريسبتور هو هذا بكله مع بعضه ثلاثة ديبولات مع بعضهم الثلاثة ديبولات مع بعضهم الثلاثة ديبولات مع بعضهم تسميه ريسبتور دونك كيش تطلع البي
شو تقول راسين دي تروا هو هي القاعده بتاعه خاطر فيه ثلاثه دي بولات اي خاطر التونسيون اللي داخله في الريسبتور بكله تتسمى اي فوا الكورون اللي داخل في الريسبتور كله يتسمى اي فوا كوس في هذه تبع القاعده كوس في احفظها هكاك ب هذه بالنسبه للبي اللي شربها السيستم الازرق كله كان جاك الدفوار وقال لك بي نتاع ان دي بول قول له على راسي وعيني بي نتاع كعبه هاوه في بلاصه ما تقول له راسين دي تروا يا اخي انت عندك تروا دي بول انت بتاع كعبه باش تحسب دونك هاني باش نسهل لكم قلت له رقم واحد ديجا واحد كيف وكيف بلاش ليكم انتم باش تفهم التونسيون تاع دي بول اجا معايا بربي خلينا نعمل زوم باش تراو معايا بالباهي هذا يا دي بول خلاه نقول لكم يا اخي التونسيون اللي داخله في دي بول شو اسمها ايا يا هو اسمها في لهنا دونك فبلاصه ما تقول له يقول له الفي تونسيون او بورون دان دي بول ها في الكورو اللي داخل في الديبول شو اسمه جي استعمل بتاع الديبول بركة هو كوس في اللي هي تبع القاعدة هذا كاش عمل تاني بالنسبة لتوال والتريونجل امين تفرق القواعد ما فماش فرق ما بين توال وتريونجل هذه في التوال والتريونجل تطبق الانرجي البويسونس ما تفرقش ما بين توال وتريونجل سي كيف كيف سي كيف كيف هيك علاش كي نطبق متاع الكيو اي جماعية اللي ما فهمش الكي متاع الناس الكل هذه متاع الكل هذه متاع الكل وهذه متاع واحده كعب كي نجي للكي كيف كيف راسين دو تروا اي فوا اي فوا سينوس في كي ندخل في متاع كعبه بركه هي واحد ما غير ما تكتبها في و جي فوا سينوس في كي نخدم الاس متاع الكل الاس متاع الكل هي راسين دو تروا اي فوا اي كي ناخذ الاس متاع كعبه هي واحد و في و جي واني فسرت لكم علاش واضحه العمليه دونك ديبول الريسبتور كله طونسيون باش ياخذها اي والواحد بركه طونسيون تاعو في تفضل الشريف كان تحب تقول حاجه اللي عنده حاجه يحب يكتبها لي نجم يكتبها لي ساده حاجه مش واضحه بس شنو تفضل كيفاش مسي الصوم تاع حاجه بركه زي انا هي الصوم الصوم تاع حاجه واحده كيفاش هي اسمها الصوم تاع حاجه واحده فهمتش كيفاش هذه البوسونس ابارونت تاع دي بول برك هي ماشي اسمها الصوم تولي كيفاش الصوم مسي هي ديجا ماشي الصوم هذيك اني قربتها لك هذيك تسمى البوسونس ابارونت هي دي بول برك عنده بي تاع كعبه والدي بول واحد نحكي على واحد برك عنده كيو تاع كعبه وعندنا لهنا الاس اللي هي البويسونس ابارونت نتاع واحد برك شنو نسميها اس امي شنو هي المشكل شنو نحسب اني اس نتاع كعبه هي في فوا جي وكاو حاجه في واحد ما نحكيش ما نقدوهاش يا شباب شو هذوك القواعد اني شنو هو دوري اظن جيهم كوس وسينيس كيفاش نحسبهم اظن نشوفهم التمرين ونتبعوا مع بعضنا امانيه اوكي شو هما قواعد احنا شو خلينا نفسركم باني فاش قعدنا مره فنجم نزيد نعطي شويه ديتايات اخرين معناها ناخذ لك نتاع كعبه نضربها لك في ثلاثه نطلعها لك هي القاعده الاخرى ونجم نزيد نعملوا شويه فازات اخرى باش تفهم اكثر وكل شيء لكن كاش ندوش نتوسعوا في الكور اكثر باش يضغطنا الوقت اني نحب نفسر لكم الكور اللي حاجتك بيه باش نجم تجاوب على دفارات نتاع الباك معناها اي كلمه راني باش نقولها في الكور هذا اللي قاعد نكتب فيه راك انت لازم تكون تعرفها مش قاعد نفسر لك بها مطالب انك تعرفه ما فيش نقاش من الاخر الاس مش صوم هي ايه الاس هي البويسونس ابارونت معناها البويسونس اللي تجمع بين الكي ما بين البي والكي المجموعه نتاعهم الزوز تسمى اس اللي هي بويسونس ابارونت اوكي به صعبوهاش يعني ثلاثة قواعد يعني عاونتك باش تحفظهم ما تصعبهاش على روحك به حاجه برك ينجم السيستم نتاعنا شباب شو يكون ريزيستيف شو معنى السيستم نتاعنا يكون ريزيستيف ولا انديكتيف ريزيستيف معنى السيستم يكون بيرمون ريزيستيف يتكون كان من دي ريزيستانس وينجم السيستم نتاعنا يكون بيرمون انديكتيف يتكون كان من دي بوبي به سؤال اخر سالوه لصاحبكم بكري الفي يعمل لي انا هي ما دي نجيب هاه الفي اللي هي لونج ما بين الصفر هذايا لونج الروس والاس لونج اللي كيتسمى فيه ينجم يعطيها لك التمرين وتنجم تطلعها انت ونشوف شنو الفرق ما بيناتهم باهي هذيك هي لونج الفي صح كل كوس فيه هاهي
هذه هي الفي به. كان الشارج متاعك ريزيستيف ويكتب لك هو في الدفار يقول لك الشارج متاعنا ريزيستيف واللي يكتب لك السيستام راهو يتكون من ريزيستور. مهم على الاخر الكلام هذا. كان قال لك الشارج متاعك راهي ريزيستيف تتكون كان من دي ريزيستور يا شباب، يعني ما عندناش بوبين، ما فماش بوبين، خاطر قال لك كانت تتكون كان من دي ريزيستانس. دونك لونغ هذه في راهي ايجال زيرو. على زيرو خاطر كان ما عندكش الكيو هذه يتنحي لاكس هذايا الازرق، هالاس باش تطيح على لاكس الروز ولا الاحمر هذا. دونك لونغ شوف لي زيرو، هذه للحفظ في الريزيستيف في ايجال زيرو. قل لي يا مهدي باقي ما فهمتش علاش كي تبدا ريزيستيف الكيو تتنحى. اقعد معايا نقول لك مثال. هذايا جروب كله بنات ما فيش حد طفل. شو معنى جروب بنات صافي؟ بنات صافي معنى زيرو ولاد. كيف كيف انك يقول لك شارج ريزيستيف معنى زيرو بوبي، معناها البوبين ما فهمش نحاها البوبين تطرق اللاكس هذايا يطيح لنا هذه جماره باش تحفظ لاكس هذا يطيح. يطيح شو معناها؟ في قال زيرو. لكن كان الشارج نتاعنا اندكتيف بيرمون اندكتيف، الفي نتاعنا ايغال شنو هذه يحفظها بي سير دو. شو معناها؟ معناها الشارج نتاعنا فيها كان دي بوبي ما فيهاش ريزيستور، لازمك تعرف انه في ايغال بي سير دو، هذا لازمك تكون حافظها. في الريزيستيف في ايغال زيرو، في الاندكتيف في ايغال بي سير دو. به امير تفضل. امير شنو سؤالك خويا؟ كي تبدا ايه كي تبدا في ايجال زيرو بالضبط، يعني الكي ايجال زيرو ما فهمش كي بالضبط. به امير تفضل. نسمع في الرسم، الرسم هذيك مش هي كونستركسيون دو فرينال؟ هي كونستركسيون دو فرينال، ما حبيتش نخوفك ونقول الكلام هذا خاطر مش باش تستخدم جمله، يعني نجم يقول لنا رسمه وباللي شيء وكل ينجم يطلبك في الرسمه هذه باش تطلع منها فالورات، باش تطلع منها لونجل في، باش تعمل لك الفاز الفازات نتاع التريجونومتري نتاع اي. اما مش باش يقول لك عمل كونستركسيون دي فرينال و ار ان سي فورسي والفازات اكو ما عرف مش منه. باي باي واضح. اوكي باه باه شباب شو نسهل لكم عليه العمليه. راني اي كلمه قلتها في البارتي هذه الاولى راهي مهمه على الاخر، معناها لازمها تكون في مخك وتكون فاهمها وحافظها الزوز. اي كلمه وقلت هذه كلمه زايده. امير جاوبته بالله بعد ما نجاوبك اي واحده نجاوبه يعمل بالسلامه، خاطرك تخلي ايدك مهزوزه نسخال اللي انت باقي عندك سؤال. دونك نحبس ونضيع الوقت. مريم تفضل. بالله حاجه برك يا شباب، جست راهو السيونس نتاعنا اليوم بالزهر بعد يقري طالع اللي هو تنبدينا احنا بعد بساعتين يقري حاصل، وراهم السيونسات اللي بعدهم شكون اطول من ساعتين اغلبيتهم معناها. نحضر روحك فهمت، كشف ده عنا وقت قدامنا نعمل ساعتين ونص ثلاثه ساعات حوايجك منك. اوكي بطبيعه كما كفناش الوقت تنزيدوا دي سيونس قرين ان شاء الله في الاخر ريفيزيون بتاعنا بقدره الله تكمل. نحاولوا نزربوا ونعجلوا ونخدموا اكثر ما يمكن من التمارين. تفضل يا مريم. شو تعودي نتاع ريزيستيف؟ حاضر اختي. اي سيدي كي ونستلم نقولوا ريزيستيف. باي اسمعني خلينا عاد نفسر لك. كي نقول لك مثال، لا لا خلي الميكرو نتاعك محلول باش نجم نفهم وين المشكله بالضبط. كي نقول لك مثال الجروب هذا كله ولاد، قداش فيه من طفله؟ جاوبني، قداش فيه عدد البنات؟ قداش فيه؟ زيرو. زيرو. كي نقول لك الشارج ريزيستيف قداش فيها بوبيناج؟ معناها البوبين نتاعها قداش فالور نتاعه؟ زيرو. زيرو. دونك كي تبدا ريزيستيف البوبين مش موجود، الشارج رياكتيف. نحي لاكس هذا. هذه قماره 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 باش ما تخش تحفظ. الحديده هذه باش تطيح الحديده هذه خاطر هذا تنحى يطيحوا على بعضهم قداش تولي لونجل في هذه زيرو هكا هو هذيك باش تحفظها هكا طب تحفظها ديريكت ما فهمتهاش نجم تحفظها ريزيستيف في جيل زيرو اوكي 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 باه نتعداو التمرين نتاعنا الاولاني هذايا وام مطوم باش نكملوا به البارتي اي حاجه ما زلنا ما طرقنا لهاش في الكور نعاود نذكر بها ونعاود نفسرها. 2018 كنترول هذا هو بارتي ريزو. اسمعني خليني نحلو في هاني حاطه في السياري متاعي يعني اوب ريزو سيري ريزو
باه باك كنترول 2018 باه مش نزيد نحكي على الميثود ده نسال اوتوماتر ميثود دي اوتوماتر مش نفهمها من التمرين ان شاء الله باه يعني هذه نرمموها في الجروب قلت لكم حاولوا فيها شوي باللي تعرف حاول فيها باللي تعرف اوكي وبالله الشباب حاجه اخرى هذا مثال كي تعرف انت مثال حزه جيش نقراو مثال بيك موتير تريفازي ديما اعمل ذريبه وحدك ما قلتلكش افهم وحدك اعمل ذريبه اللي فهموا عاود تذكروا فهمت العمليه ولا باش كل بديهيات قواعد نتاع بديهيات نقولهم بالفيسا ما نقعدوش نلكلكم فيهم باش نلقوا الوقت فهمت خاطر فما قواعد كيما نقولوا مثال موتير تريفازي ما تعرفش بيلون اهم حاجه في الموتير تريفازي معناها كيف البيلون ما نناقشوش فيه نورمالمون فهمت كاش تقراه درس اول مره عادي مي احنا بلاص في اخر العام معناها لازم تكون عندك فكره على هذا فاهمها به اي سيك دونك هذا نورمال مو حاولنا فيه دونك شناخو واحد منكم يخدم معايا التمرين كل مره ناخو كل سؤال ناخو شخص معايا شكون يبدا معايا في السؤال الاول ان شاء الله يقرا معايا التمرين يبدا السؤال الاول شكون يحب يبدا معايا هز يا اللي فيلم مريم واش هيك اي سيك ناخذ مريم نرمو لسه بي قال لك دوني الفالور دو لا تونسيون كومبوزي انا اقرا السيستم صح ا partir du montage représenté à la page 57 au dessus du احنا مسيو قلت لي دخل شنو بالضبط اقرا لي نص كيما قاعده تعمل انت اقرا خلينا نفهموا شنو طلب التمرين مش طول هذا بالاسف avec à partir du montage représenté à la page 57 de l'outil technique, donner la valeur de la tension composée et celle du courant traversant une résistance. Il y a U ou le G, il y a U 400 volts, le G 4 ampères. Ben, شنو الريسبتور نتاعنا ها شنو الريسبتور الريسبتور نتاعنا عندنا مونتاج تريانجل باه تريانجل صحيت ومنش يتكون من تروا بوبي لا عدويو مش بوبينات هذا اقرا تروا ريزيستور دونك الفيق قداش تساوي شارج ريزيستيف الفيق قداش تساوي مازال كي صاحبتك سالتني عليها تو اش تلقاها زيرو زيرو نايس باه اي سيدي قال لك دوني لا فالور دي لا طونسيون كومبوزي شكون هي الكومبوزي مزيتك كنت تقري فيها شكون هي الكومبوزي هذه ما بين شكون وشكون ما بين ال1 وال2 يعني ما بين فاز وفاز هذه تتسمى طونسيون اي يعني طونسيون اي نتاعي عطيها لي هو دفر نتاع باك قداش ديجا كتصهنا اسمعني بالاخر عندك مال راهم في دفره الباك ما تدخلوش يا سر التفاصيل المعلومه هذه لازم تكون فاهمها باش كي تريفس تعرف كيفاش تريفس راهم يجيبوا القشور نتاع الدرس ما يجيبلكش المامو نتاع الدرس اوكي بس عرفتك تعمل كيفاش نفرق ما بين طول تريونغ هذا هنا على شكل تريونغ دونك هذا سيدان تريونغ كان جاب لك من هيك هذا اطوال علاش اطوال خاطر على شكل نجمه اوكي اوكي رؤى باه دونك الاي 400 فولت صحيت نتعداو اي سيل دي كورون ترافيرسون ان ريزيستانس اعطيني الكورون اللي داخل في الريزيستانس شو اسمه جي 4 امبير دونك الكورون اللي داخل لهنا جي صحيت جي قال لك 4 امبير سامحني بالك يحكي على الاي مش عرفته يحكي على الجي بالك يحكي على الاي قال لك كورون ترافيرسون ان ريزيستانس ترافيرسون معناها خش خل وسط الريزيستور دونك يحكي على جي كان قال لك شوف معايا يعني قاعد نفسر في الكوره كان قال لك كورون دي ليني شكون هذا كورون دي ليني يحكي على الاي يحكي على الاي وهذا الشاك ريزيستور يحكي على جي باه يعطيك الصح يعطيك الصح هذا سؤال اللي جاوبنا عليه باه ناخذ ولا بعد كيف اللي يحب يشارك واحد يقاد لنا سؤال يعني نعاودوا نفهموا الكوره ومنطق هيثم تفضل فيسا مسيا بلاي عاود لي نتاع اللولانيه فاتتني قصت عليه كونكسيون انا اللولانيه البارتي هذه نتاع
شنو قالك لاني قالك عطيني تونسيون كومبوزي كومبوزي هي ما بين فاز وفاز هاني قيتها حاضر التونسيون ما بين فاز وفاز 400 وقالك الكورون اللي داخل في الديبول جي هاون الكورون داخل في الديبول جي قديش يساوي 4 امبير هاني كتبت له جي 4 امبير هذا بالنسبه للسؤال الاولاني اقرا لي انت السؤال الثاني on deduire la valeur du courant en ligne on deduire la valeur du courant en ligne عطيني عطيني اي 1 لا فالور دي كورون اون ليني اللي هو اي كيفاش نطلعوا الاي هذايا شنو هي العلاقه ما بين الاي والجي صحيت الاي باش تتبشطر دونك باش تتقسم على زوج جي دونك الاي اكبر من جي يعني الاي ايغال جي فور سين دو 3 يعني بعباره اخرى ايغال 4 فور سين دو 3 شكون يحسبها لنا هذه قداش تطلع نورمالمون 6.92 كما نتذكر 6.92 أمبير هذا الإي متاعنا خارق للعادة ب ناخذ شخص آخر شكون معنا سؤال بعد شكون هي فيسا شباب عندنا شوش راح تفضل أقرأ لي السؤال فسره لي ونجاوبه Calculer la puissance active P consommée par une seule résistance chauffante. فسر لي السؤال. نتا شكون؟ باش نحسبوا باش نحسبوا البوسونس اكتيف P. البي نتا شكون؟ نتا شكون؟ نتا شكون؟ البي نتا شكون؟ تاع قداش من كعبه؟ une seule résistance. دونك شنو نكتب؟ une seule résistance. ايش نكتب؟ 1.1.V A اللي هي كيف كيف بلاش منها V fois G fois cosinus phi V fois G fois cosinus phi هذه متاع كعب اوكي هاو شي تفكروا هاو شي نجاوبك V fois G مش قلت لنا خاطر هو ريزيستيف الفي ايه خليها خليها كش نعملوا كوسينيس زيرو هاو جينا بشوي ما نزربوش هاو جيت الفي قداش الفي اي جماعه هنا ليه الفي قداش ها هي الفي قداش باش تطلع الفي هذه الفي هي بدها اي دونك اي جماعه الفي هي بدها اي معناها ايغال نفسها 400 فوا جي اللي هي 6.92 فوا كوسينيس 0 كوسينيس 0 قداش يطلع اللي ما يعرفش الكوسينيس والسينيس يضرب بالكالكيو هي 4 امبير جي كادر أمبير رد بالك دونك هذه شكون يعني هذه الإي 6.92 أنا عملت لنا في فوا جي جي مش 6.92 جي 4 هذه حاجة والكوس في متاعي يعني الفي قداش زيرو اللي ما عارفش يعمل كوسينوس بالسيركل في مخه طول السيركل تريجونومتريك تحسبها حتى بالكالكيو لأنه ما تجيبهاش غالب كوسينوس زيرو تطلع واحد اللي ما يعرفهاش هذه يعملها بالكالكيو 400 في الأربعة في واحد قداش تطلع النتيجة؟ تعطينا 1600 لينيتي 1600 واط واط بالضبط صاحبتكم تعمل لي باش نجاوبكم الكل حكاية الإي أكبر اسمعني رؤى من ولا منا عاودها البارتي الأولانية راهي مهمة على الأخر اللي حضرت عليها مستخر شوف معي هذه ريتاش الإي هذه هذه الاي تتقسم بشويه لهنا وشويه لهنا دونك نجمو نقولوا انه اي اكبر من جي والرابور لما بيناتهم ديما رصيد 3 دونك نجمو نقولوا انه اي ايغال جي فرصيد 3 هذه كي منين جبتها ب زياد حسبت لي 2068 لو تحسب لي في التوتال زياد قال لك حسب لي التوتال ما قالكش لا برشا لا بدا تحسب في التوتال خاطر ما يعرفش القاعده ب On déduire la valeur d'une résistance de la plaque chauffante. Atteigne la valeur d'une résistance de la plaque chauffante R égale R1 égale RD. Atteigne la valeur de la R. Je connais. Je connais la valeur de R1, ou R3 ou RD. Je connais. 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 عندنا ال P تقال R و G و كاري به دقيقة ال P شنية؟ عندنا ال P تقال R و G و كاري منين جبت القاعدة هذه؟ موريتها لكش؟ قاعدة هذه مرجعت الكورونا كل ذاك على لا 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 فمش منها
أعطينا حاجة سهلة، أعطينا حاجة على قد حاجة سهلة قد سنين مش منها شو قاعدة لا مش هذا قاعدة فمش من القاعدة كيكا استنى خلنا أعطيك حاجة سهلة خلنا نرجعك حاجة تعرف ديجا هذه مش تشبه هذه تشبه القردو في البريمير في الفيزيك في الدوزيام وفي الدروزيام وفي الستيام وفي السنوات الدراسية الكل هذه إير قديش تساوي إير ترى جاوبني هنا ها إير قديش تساوي أعطيني القاعدة متاع إير قلنا إي فو إير صحيت إي فو إير أنا إير فو القاعدة هذيك هي الوضع طبقها لي هنا إيجا معايا هذه في وهذه جي نجمش نطبق لي القاعدة هذه وطلع لي الفي قديش تساوي هنا إيجالا إير أن فو جي إيجالا إير أ ولا إير خاطر هما كل قدم عظم إير فو جي كانت حابة تطلع الإير قديش تطلع الإير في سير جي في سير جي قديش تساوي الفي الفي عطيه كل شيء يعطيه لك الفي اللي هي ديجا قد الإي اللي هي 400 والجي 4 مش 6.92 هيك الإي 400 على 4 تطلع 100 لينيتي شنية بتاع الإير وات لا أوم إير هذه هي الخدمة مش طبق الواو دوم عادي ما في حد شيء ديجا واحد عزيز عملي في إيجالا إير فو جي صحيح على الأخير وكان عندك صحيح به كالكولي قال لك احسب لا بويسونس توتال تاوا قال لك احسب لي التوتال كيفاش نحسبها التوتال لو اي تفضل تفضل يا لو اي السلام سيمان مرحبا مرحبا بك اخويا اعطيني التوتال بويسونس توتال القاعده نتاع راسين تروا امشي امشي صح تمشي فو اي فو اي فوكس هذيك عاد ما يتولي ان لا عاد تكتبها شو خلنا نعطيكم حاجه في الاصلاح راهو في البار ليكواسيون بجوده عليها نوتها الريزلت طالب سرقها نوتها اللي نيتيب نوتها ما انا مديش تبرفض فهمت رد بالكه اكتب لي القاعده بدل نعملوا ابليكاسيون ليميريك بدل نكتب لي ميدي. هذه هي الخدمه الصحيحه ودي مخصوص عدد بعد الفريق ايغال راسين دو 3 فوا اي اللي هي 400 فوا الاي اللي هي 4 زعما 4 الاي الاي مي 6 صحيح خاطر مندوز فوا كوسينيس 0 الخدمه الصحيحه اللي تساوي 1 احسبوا لي هذه 400 فوا 6.92 فوا راسين دو 3 اعطيني تراه قديش تطلع تطلع 4700 او جيتك زياده ما تحرقهاش 4800 4794 ما يسالش 4791 فاصل 94 فاصل 94 باهي صحيح صاحبكم زياد 4794 ها وات باهي صاحبكم زياد قال في محافظه اخرى يعطيه الصحه قال لي علاش ما قلتوش بي ان فوا 3 اجيتك اي ناس صحيحه فاستك زيد بسي اتسامح زيد ساعه باسط اخوي دونك تبدا تحسب البي توتال وانت عندك البي نتاع كعبه اللي هي 3 فوا بي نتاع كعبه اللي هي تطلع 3 فوا 1600 تطلع 4800 اللي هي برسك نفس النتيجه نتاعنا دونك 4800 ولا 4794 راه مصوص صحاح فما حتى مشكل هذه ميثود 2 ميثود 2 بالنسبه للسؤال 5 تفضل إيناس نسمع فيك إيناس تسمع فيها حل ميكرو بتاعك حليت لك راهوات نجم تتكلم مسيه ما فهمتش السؤال كاتر وسان بل سؤال كاتر قالك طلع لي إير طبقت الوضوء الوضوء هو هذا إير قال إير فو إي كما تعرفوش هو تعلمها القاعدة هذه طبقتها لاني قلت في إيجالا إير فو جي شكون حسبت حسبت الإير إير إيجالا في سير جي هذا بالنسبة للسؤال 4 بالنسبة للسؤال 5 قال يحسب البويسونس أكتيف توتال ديجا عندها قاعدة اللي هي رسين دو 3 إي فو إي فو كوس في عوضت وحسبت
ديما بالطبيعه ديجا بالعاني عملت تدريبه الكور من الاول باش نحط القواعد باش حتى اللي ما يعرفش القواعد جمله ينجم يتبعني فهمت هوني ما هوني قاعده هوني ها باهي راهو شو انا القواعد اللي كتبتهم من الاول راهم والله ما فهم حتى مع ربع معلومه زايده والله ما انا لو قلت هذا كما نقولوا احنا التلخيص انت التلخيص انت التلخيص ما انا ما فيش نقاش انا الكلام اللي كتبته في التلخيص لازم تكوني تعوده وحدك ها باش نبدا معاكم صريح كان مش قادر تعوده وحدك ما انا مش فاهم بالاخر باهي سيدك اوكي باهي يا موتير اوكي باهي نتعدى اولاني الميثود دي ديوت ماتر شباب خليني نحكي عليها شويه الميثود دي ديوت ماتر هذه ما فسرتهاش دونك خليني نتكلم اني هذا ينحكوا يس ديزيام ميثود باه اون دي دوير لا فالور دي بي بي كي يعطيك شباب الميثود دي ديوت ماتر تقول لي ما ادري شنو معناها خويا الميثود دي ديوت ماتر معناها انت تحب تحسب البويسونس اللي شربها السيستم هذا البويسونس اكتيف تقول لي مالي علاش بويسونس اكتيف خاطر الوات ماتر ديجا اسمه وات يحسب الدبل في الدبل في تبع البي تنجم تحسب به الكيو وتوريك كيفاش كان عطاك الميثود دي وات ماتر يبدا مصور لك دي وات ماتر كيما هيك هاك فاش تربط هذا الوات ماتر الاول هذا الوات ماتر الثاني الوات ماتر يتربط ما بين الفاز نتاعو وفاز دي ريفيرونس اللي هي الفارغه يعني ال 3 معناها خيط في الفاز وخيط في الفاز اللي فوق ال 3 تنجم تبدل تنجم تخلي الثانيه فارغه وهي تستعملها كريفيرونس وكيف كيف يعني دبل في دو هذا اشتربته في الدو واشتربته في التروا هذه وديجا ربطهم ببعضهم كيف كيف باه معناها الوتماتر فيه اربع خيوط كانت لاحظ اللي بالورانجي هذا واحد في الفاز نتاعو وواحد في الفاز دي ريفيرونس الفاضل وديجا في زوز خيوط باش يدخل في الفاز كانه امبرمتر معناها يتربط عباره امبرمتر وعباره فولتمتر في نفس الوقت ورقه بيضاء الخيص للكلام اللي كنت نفسر فيه اني طول الامبرمتر يتربط هيك هذا يا خيط الامبرمتر يتربط يدخل في وسط الخيط الفولت متر هذا ضوء وهذا زوز خيوط يتربط هيك الفولت متر به وسيري وباراليل الوات متر كيف هو الزوز ها هو الوات متر كيف يتربط هذه الفازة الأولى هذه الفازة الثانية هذه الفازة الثالثة باش تستعمل ميثود دي ووت ماتر تشد الووت ماتر نتاعك تربطو ديجا لهنا مع الفاز هذه كنه اون باراميتر لهنا ريتو باش يدخل في وسط الفاز وبعد تالي اربع خيوط الزوز خيوط لبعضها واحد في الفاز اللي مربوط فيها والاخر في الفاز اللي فارغه دونك فيه اربع كواب ها نعاود فيها ديجا مريم اللي قلت نعاود فيها هذا بالنسبه للووت ماتر نرجع لتصويرتنا دونك تو نجي لهنا به دونك الوات متر قلنا فيه اربع خيوط الوات متر قلنا فيه اربع خيوط خيط يدخل في الواحد نتاعو في اللين نتاعو والخيط الاخر يتربط ما بين الفاز نتاعو ما بين الفاز الفارغ هذا الوات متر الاول هذا الوات متر الثاني بعدين باش تحسب البي توتال بي ا اللي اسمها بي ا من هنا مع بي دي مع الفالور الثاني تجمعها دي باش تطلع البي توتال كانت تحب تطلع الكي توتال اللي هي بونيس هذه عفسه تنجم تزيدها تعملها راسين دو 3 بي 1 موان بي 2 راسين دو 3 بي الاولاني هذا الكبير الا بي 2 هذا باش تطلع الكي ويعطيها لك هذه في حدا كي جابها في الباك هذه عام 2014 عطوها لهم دوني اوكي هي هذه انت لازمك تعرفها باش تطلع البي توتال تجمع الاولى مع الثانيه هذه قاعده فما قاعده اخرى مسي كيف كيف زاد في الاتوال ما يهمكش فيه يا اتوال تريونجل ما كان فما اتوال تريونجل نوقف ونقول لك راهو في الاتوال هيك في تريونجل هيك مادام ما قلتش مادام كيف كيف لكن هون تي مش كيف كيف الميثود دان سول وات ماتر كيفاش تبدا ميثود دان سول وات ماتر اجا معايا اسمها على جسمها اسمها على جسمها ناحيه يبدا فما وات ماتر برك كيما هيك قضايا خيط يبدا ركز معايا وحل مخك شويه وكم تفهم خيط كيما هيك
يبدأ عندك وات متر بركة وعندك النوتر، لازم يكون عندك النوتر، لازم الدفوار يعطيك النوتر المعصبر. وقتها الوات متر متاعك تربطه ما بين الفاز متاعه من جهة هيك وما بين النوتر من جهة أخرى. ما بين النوتر وما بين الفاز متاعه، والفالور اللي باش تلقاها هنا بي هذيك باش تطلع البي توتال، الفالور اللي تلقاها هذاك مثال بي ا اضربه في الثلاثة. هذه تتسمى ميثود دانسول وات متر، لازم يعطيك نوتر اربط مع اي فاز تعجبك ان دو ولا تو، واربط مع النوتر هذا الف اضربها في ثلاثة، التوتال هي 3000. هذه ميثود دانسول وات متر. كان ما عندكش نوتر لازمك تستعمل ميثود دي وات متر اللي هي مصوره في الدفوار هذا، اللي هي باش تجمع بي ا ليسك بي بي. باهي، شكون يجي معايا والكلام اللي كنت نقول فيه يطبقوا لي في التمرين هذا؟ شكون يحب يقعدها معايا؟ باهي، خليني ناخذ ايناس ديشا كانت معايا. تفضل ايناس. ايناس ايناس باهي إيه؟ ايناس دونك ترى نحاولوا نطبقوا القواعد هذوما مع بعضنا. كيفاش قال لك طلع لي بي بي؟ احنا ايش نستعمل الميثود دي وات متر؟ هاي القاعده مع جنبك، ايش نعاود نكتبها؟ دونك بي توتال شنو تساوي؟ باش نعملوا بي توتال ايتيغال بي ا بلس بي دي بلس بي بي. هو قال لك احسب لي بي بي، ايش خرج البي بي؟ شنو تطلع البي بي؟ بجينا بي توتال موان بي ا موان بي ا. صحيت، قديش البي توتال؟ 4794 واللي قاها 4800 ضرب في 3 راهم زوج فالارات صحاح، مش معناها فما حتى مشكل. 4800 واش تخدم باكا الا بي ا؟ قداش البي ا؟ البي ا معطيها لك هو، الفين واربعمية. مش تعمل 4000 2400 ايش تعمل 4800 الا 2400؟ ايش تطلع لك 2400 واط؟ اي سي دي كي بتقول لي وات متر نعمل بي توتال، بتقول لي دي وات متر صحيت زيد مريقل، بتقول لي دي وات متر بي توتال بي ام بي دي صحيح. شو نقول لك غلط؟ ما هو مسيت نجم عودنا فاست انسل وات متر. نضال تفضل. مسيو تفضل. مسيو بسمع فيك. اي كابلاش تو مطلوبش عليك كابلاش تعمل ترسم انت الوات متر، نجم يجيب لك بلاصه الوات متر ناقصه ودي ترسم، فما حتى مشكل. حاب نفسرها لك ونعاود نصوره لك وحدي، نعاود نصوره لك وحدي فما حتى مشكل. كابلاش كامل يعني ترسم له مثل كوبلاج تريونغ كوبلاج اتوال ترسم له الوات متر. مسيو تنجم يعطيك تكمل كوبلاج وتصور الوات متر يعني عادي على الاخر، فما حتى مشكل. ترى منهم لك كل واحد. استناني شوي. نسمع فيك بالباهي مسيورة. لا تسمع فيها بالباهي هيك. علي تو. قلت لك ينجم يطلب من عندك باش تعمل كوبلاج، معناها باش تعمل كوبلاج تريونغ ولا اتوال وتصور لي وات متر وتنعملها لك تو. وهو يقول لك ريزيستونس ولا يقول لك بوبي؟ بطبيعة لازم يوضح لك عاد، فهمتني؟ ولا يعطيكم مصورين ريزيستور والبوبين وانت تكمل كوبلاج، هذا هو اغلبية التمارين يصورهم لك هما اللي ديبول، وانت تكمل الكوبلاج متاعك اتوال والتريونغ. واضح مسيو. ويقول لك راه مثال يقول لك تخدم وات متر واحد ولا دوما ودوات متر. ايه ايه لازم يعطيك لازم يعطيك حاجة باش تنجم تخدم، ما انت تفهم القواعد هذوما بعدين الحاجة اللي نحيها لك انت تطلعها وكهو. وباش نطرقوا الكلام هذا الكل باش نفسر بالباهي. وضع نصورها لك وحدية كيفاش نطلعوا صحيت يا زيد، كيفاش نطلعوا الكيوب الميثود ده سنوات متر؟ لا نستطيع يا زيد. صحيت سؤال به كامل بن كامل تفضل خويا سؤالك. مسيو نسمع فيك. تو بالله شنو الفرق بين الاي العادية والافيكاس؟ حاضر. ما بين اي الفي عادية والفي افيكاس والاي عادية والاي افيكاس؟ لا اي اي لا الاي ما لا لا الاي ما فماش فرق، عندنا اي وجي وكهو هذا هو اللي تشدوا لي في راسك. لا اي افيكاس لا اي ماكسيمال ما فماش فرق، عندنا اي
وجي هذا المطالب تفرق منه. تقول لي في ماكسيمال وفي افيكاس نجم نعطيك معلومه نتاع فيزيك تفيدك به. واضح مسيو، مش ما نكسر لكش راسك وندخل فيك بدراسك مزمره. ميثود دي سول ووتمتر اللي ما فهمش هاو صور لك واحد، ها اعمل اي كوبلاج اعطيه لك مثال جاك لهني وصور لك كوبلاج تريونك اي جيك. شو تجيب الريزو متاعك؟ هذا الريزو فاز الاولى فاز الثانيه فاز الثالث. باش تعمل ميثود دي سول ووتمتر لازم عندك نوتر، لازم يكون عندك نوتر. ما مشي 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 مش الغلطه منك، الغلطه منه هو كما عطاكش نوتر بطبيعه هو شاطيك نوتر. دونك نجي لهنا النوتر اس، شد الوتمتر بتاعك اربطه في اي فاس هيك، هذو زوز خيوط بيزالوا زوز خيوط اخرين، خيط في الفاز بتاعه خيط في النوتر. باش طلع البي توتال البي نتاع كعبه هذيك اقيتها اضربها في ثلاثه وكهو فاش نطلعوا الكي. لا تستطيع، لا يمكن. ايه ماشي بالضروري يكون مربوط بالنتر الوتمتر كيبدا ما فهمش نقاش، ما فيهاش نقاش مش مربوط بالنتر غلط. واضح ماشي ماشي مش من دو فاز يعني. كيفاش مش بي من دو فاز؟ اش معناها بالدو فاز؟ مش بين دو فاز، مش بين زوج فاز امتين نتاع نتاع الدو فاز هذا كيبدا عندك ميثود دو دو وتمتر. اوكي باه زيد يعمل لي مسيل حصة جي بيك ونحن مازلنا في مازلنا ما عملناش موتر تري فاز. شوف معايا الدروس الكل لازم نكملوهم، فهمت العمليه ولا؟ دونك نخدموا احنا ونقاديو ولا يعني هكا. علاش قلت لك راه فما سيونسات باش يكونوا طوال برشا، راه معناها ثلاث سوايع باش نبداو نحضركم من الاول، فهمتني؟ فما سيونسات باش يكونوا ثلاث سوايع، فما دروس باش نركزوا فيهم اكثر من دروس اخرين، فهمت العمليه هذه؟ خاصه العمليه هذه نحكي عليها. فما دروس في غايه الاهميه جيست معناها كلام معناها جيست تباني وكوط في الظاهر عملي ثق. شوف معايا هنا هذا ستاتستيك مورا، فما دروس ما فيهمش لعبريت هذا البيكا ما لا ما تستريسيش روحك ياسر كملهم الكل. هذا البيك، البيك 100% يجي معناها كل عام يجي، الكونتر سانكرون كل عام يجي، والالي كل عام يجي، هذوما ثلاثه دروس باش نركز فيهم برشا. باه الموتير تري الجراف سات 77% عن الموتير تري فازي والموتير كورو كونتيني، واحد فيهم باش يجي و66% يجيبوا موتير تري فازي و33% يجيبوا موتير كورو كونتيني. انا تري فازي يجي اكثر، والتري فازي باش تفهموا لازم تفهم الريزو. اوكي مره كان فهمت الريزو تلقى روحك في الموتير تري فازي حاضر وجوك باهي على الاخر ان شاء الله. باه نتعداو شباب. دونك كي عملنا مقدمه مزيانه على التريفازي نتعداو الدرس اخر اللي هو مش درس اخر، مزيانة في نفس الدرس للسيرفي نسبه 5% ايتي. مش معناها راه كي نقول لك درس 5% معناها ما تريفزوش، راه غلط كلامات. الدروس الكل لازم تريفزها، ما فما دروس ما فيهمش نقاش جمله، ما لازمك تسكرهم وتخدمهم وتكون فرحان اللي عندي فاهمهم بالباهي، فهمت؟ فما دروس طبعا طلع طلع خفيفة ما تعرف البيزكس متاعه وتتعدى وكو معنا تريفز متاع سويعة صايف ساعة كو معنا جيست باش تتذكر المعلومات الأساسية منه وتتعدى وكو. باهي شباب احنا قرينا الريزو وتعلمنا فيه برشا حوايج مهمين. الريزو متاعنا هذايا باش يعطي لينرجي للموتور، دونك عنا الريزو، الريزو متاعنا هذا باش يعطي لينرجي للموتور تريفازي. دونك شنجيب لهنا شناخذو مثال باش نصوروه كدور، هذا الموتور تريفازي. اوكي دونك ركزوا معايا هنا، الموتور التريفازي نتاعنا شباب هذا راه بالحق مهم على الاخر وفي حوايج اساسيه لازم تكون فاهمهم فيه باش يخدم الموتور التريفازي. نفسر لكم كيفاش يخدم، خنسكر لك الميكرو هوني ظهر تبع معايا هنا. باش يخدم الموتور التريفازي عندنا حاجه تسمى روتور، هذا جاي من كلمه روتاسيون اللي هو باش يدور، وعندنا حاجه اخرى تسمى ستاتور اللي هو باش يخلق لنا الشو مانيتيك. اوكي كيفاش يخدم الموتور تريفازي؟ كل مره تخدم بوبينه من هذا، كي كل مره تخدم بوبينه باش تخلق لنا الشو مانيتيك. الشو مانيتيك باش يكون يدور خاطر كل مره تخدم كعبه تسمى ان اس. الشو مانيتيك هكايا عنده ان معناها سرعه في تاس، اس معناها دي سنكرونيزم او بعباره اخرى باش نسهلها لك ان نتاع الستاتور.
لكن الان الاس هي هي اللي باش تدور لنا الروتور اللي باش نسميه ان عاديه. دونك الان اس هي اللي باش تدور الان بتاع الروتور، الفيتاس نتاع الستاتور، الشو نتاع الستاتور هو اللي باش يدور الروتور. دونك النجم نقول توا انه بما انه الان اس باش يدور الان، يعني ان اس اكبر من ان، هذه ما فيهاش نقاش، ان اس اكبر من ان ما فيهاش نقاش، الان اس اكبر من الان. الرابور قداش ما فيهاش رابور، هذه جست ليجيرمون سوبيريور. بعباره اخرى معناها كان الان 1450 راهي تكون 1500 وتنفسرها به. الان اس هي الفيتاس نتاع الستاتور، والان هي الفيتاس نتاع الروتور، هذه هي الفيتاس نتاع الستاتور، والان هذه هي الفيتاس نتاع الروتور، وديما الستاتور اكبر من الروتور. باه الديكالاج ما بين سرعه الستاتور والروتور تسمى جليسمون. اش معناها؟ معناها اكل الفرق نتاع السرعه اللي ما بين الستاتور والروتور يتسمى الجليسمون. كيفاش باش تحسب؟ تعمل ان اس الا ان سير ان اس. ها واه ان اس الا ان سير ان اس، كيش تعمل ان اس الا ان سير ان اس، الكبير الا الصغير على ان اس، هذه تبع القاعده، باش يطلع لك الجليسمون. وكان قال لك اون بورسون اضربها في المية. معنى ناخذ التمرين هذا، كان ان اس 1500 والان 1450، باش تطلع لك 50 على 1500 الفالور باش تلقاهاش تضربه في المية، تطلع لك مثال 400%، هذاك الجليسمون، الفرق ما بين سرعه دوران الستاتور وسرعه دوران الروتور. والنقطه هذه مهمه 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 على الاخر. به هذا بالنسبه للجليسمون. كل مره نطرق في حاجه، كل مره نقول معلومه مهمه، اما اللي راهو اللي نعطيك فيه توا ما فيش نقاش لازمك تكون تعرف. حاجه اخرى من الموتور اللي ما فيهاش نقاش ولازمك تكون تعرفها على الاخر، اللي هو البيلون دا موتور تري فازي، بيج انسيري ولا اجوتي ان باش. باش نجي لهنا ناخذ الورقه نتاعنا هذه جديده، تبارك خلت تحل، نقلب الباش. البيلون شباب سواء في الدرس هذا ولا في الموتور كورو كونتينيو، والله اهم حاجه معناها كنسيت البيلون راهي كارثه. تشيك في الدفوار فهمت، لازم تستخدم موتور من غير بيلون. تفهمنا انه الموتور فيه ستاتور والروتور، قلنا ستاتور هو اللي باش يدور الروتور. باه البويسونس الاولانيه هذه هي البويسونس اللي يشربها ستاتور، بويسونس ابسوربي بار ستاتور. بما انه البويسونس اللي يشربها ستاتور من ريزو، دونك القاعده نتاعها رصيد 3 اي فوا اي فوا كوس في، مازال كنا نقراو فيها تو. باش تولي بالبورسون، علاش 100 باش تولي البورسون الجليسمون بالبورسونتاج؟ ديجا انا صاحبك شادي جاوب، معناها انت كيش تعمل الجليسمون هيك ان اس الا ان على ان اس وكوس تطلع لك 0.04، كتحبها بالبورسون اضربها في المية تطلع 4%. تقول لي شو الفرق؟ كان قال لك عمل لي بالمية عمله بالمية، ما قال لكش اعمل اللي تحب انت. باه نجيو لهنا، هذه البويسونس ابسوربي اللي شربها ستاتور اه هي رصين دا 3 اي فوا اي فوا كوس في. تقول لي يا اخي هذه مش قاعده الريزو؟ ايه هيك نفسها، مش قلت لك الموتور باش يجيب يضرب باش يجيب بالريزو؟ دونك تستعمل قاعده الريزو. باه ستاتور باش يضيع زوج تضييعات، بير جول ستاتوريك بير تفير ستاتوريك. باه هذا بالنسبه للستاتور. نصغر فيه شوي شوي، هذا بالنسبه للستاتور. دونك شو احنا عندنا ستاتور وروتور، كل واحد يضيع زوج تضييعات، هذايا اش نسميها بارد فير ستاتوريك، تفسر لكم شنو هي، وهذه بارد جول ستاتوريك. بعد ما وصلنا للستاتور اش نتعداو للروتور، الانرجي باش توصل للروتور. لكن الانرجي باش توصل للروتور تتسمى الانرجي اللي تعدات للروتور، بويسونس ترانسمي، هذه اللي تمشي للروتور. الروتور باش يضيع بارد جول باسمه تتسمى بارد جول روتوريك، وش يضيع بارت أخرى تتسمى بارت ميكانيك، ولا باش تبقى في الأخر هذيك البويسونس إيدي. فما حاجة كنت لاحظة ولي نصور قاعد نركز فيها بالعاني ومش هلقى، اللي هو قاعد يمشي بصغار البيلون، هذه مش للدرجة هذه يمشي بصغار، مين نحب نوريك إنك لازم تصوره يمشي بصغار.
باش تعرف انه البويسونس اللي موجوده لهنا راهي اكبر من البويسونس اللي موجوده لهنا. يعني لهنا كان عندي 4000 واط، راهو لهنا عندي رقم اقل من 4000، ينجم يكون 3000 مش اكبر. وكهو هيك علاش تصورت يمشي صغار، خاطر يمشي ويبزع على برا ويضيع. باه هذا البويسونس اكتيف، قلنا بارد فير بارد جول، هذا في ستاتور، هذا خلونه بالك حد ولا خليني نعمل له كولور دو فون، نعمله مثال بالاصفر. الزون هذه هذا ستاتور الاصفر، واللي نعمله بالازرق هذا فاتح، هذا راهو الروتور. ايش ايش بدلت البوردر ستروك تشينج ات، اللي بالازرق هذاك الروتور، يعني هذا راهو ستاتور هذا راهو الروتور. بالنسبه للبويسونس الاولانية قلنا راسين تروا يفوكس فيه، عندنا بارت فير ساتوريك وبارت جي ساتوريك. بارت معناها ضايع، بارت هربت، وبويسونس يعني طاقه موجوده. عندنا البويسونس ترانسمي، البويسونس اللي تعدات من الساتور للروتور تتسمى بويسونس ترانسمي. القاعده نتاعها كيما الموتور كورا كونتيني كوبل الكترومغنيتيك فو اوميغا اس. بعدين عندنا بارت جول روتوريك ولنا بارت ميكانيك، واللي فضات في الاخر هي البويسونس ايتيل. باه بعد ما تضيع البارجو الروتوريك اش تقعد لنا بويسونس لهنا. البويسونس هذه تتسمى بويسونس الكتروموتريس ولا بويسونس ميكانيك توتال ولا بويسونس الكترومغنيتيك، نفسها نتاع الموتور كورو كونتينيو اللي قاعدتها لهنا كوبل الكترومغنيتيك كما هذه بالضبط، لكن فوا اوميغا مش اوميغا اس. اوكي علاش مهدي هذه اوميغا اس وهذه اوميغا؟ هذه اوميغا اس خاطر انت في الستاتور، دونك عندك ان اس في الستاتور، بينما في الروتور اوميغا عندك ان. هذه في الستاتور عندك ان اس وهذه في الروتور عندك ان. اوكي باه هذا البارت جو الروتوريك بتاعك، هذه البارت ميكانيك بتاعك، عشان نحكي عليهم القواعده. هذه البارت جو الستاتوريك بتاعك. باه الروتور مش البارت فير الستاتوريك والبارت ميكانيك ما عندهمش قواعد، هكما يتسموا دي بارت كونستانت ثابتين ما يتبدلوش كيما البي سي في الموتور كورون كونتينيو. البيرجو روتوريك القاعده نتاعها سهله على الاخر، اللي هي ليغليسمون اللي كنت نفسر لكم فيه فوا البويسونس ترانسمي. هذه البيرجو الاستاتوريك هذه خبيله صغيره، هذه لازمها طاوله واربع كراسي، فيها زوز قواعد، فيها زوز تفرعات مش زوز قواعد. انت والدفوار ينجم الدفوار يعطيك الاير نتاع كعبه، يقول لك مثال انت عندك كوبلاج اتوال ولا تريانجل ما يهمنيش، ينجم هو يقول لك رانيش نعطيك الار نتاع كعبه. تقول لك كيفاش نعرفها بهذه الار نتاع كعبه؟ يقول لك في الدفوار راهي الار هذه دانسول اورولمون، ار ميزيري دانسول اورولمون راه داك نتاع كعبه. وكان قال لك ار ميزيري اونتر دو بورن ولا حاجه بلوريال على فا اس راهي نتاع برشا. معناها لو اول حاجه تمشي تلوج على الار اسقطها لك نتاع كعبه ولا الار عطاها لك نتاع برشا. تقول لي مادي كيفاش باش نعرف؟ تمشي تشوف كان في الدوسي تكنيك قال لك الار هيك هي دان سول اورولمون، سول معناها كعبه. كان قال لك هذيك كعبه، كان قال لك نتاع برشا كيفاش تقول؟ يقول لك ار ميزيري اونتر دو بورن على فا اس نتاع برشا. كان عطاك الار نتاع كعبه لازمك تمشي تشوف الكوبلاج نتاعك ايطوال ولا تريونك. كان الكوبلاج نتاعك ايطوال تكتب له 3 ار اي كاري، هذه القاعده. كان الكوبلاج نتاعك تريونغ تكتب له ار اي كاري كهو. وكان عطاك الار نتاع برشا ما فماش كوبلاج، ما يهمكش فيه الكوبلاج سوى ايطوال ولا سوى تريونغ، اكتب له 3 على 2 ار اي كاري. دونك البير جول الساتوريك هذه فيها اكثر من قاعده، نجم تكون هذه، نجم تكون هذه، نجم تكون هذه. انت والار كان نتاع كعبه تشوف الكوبلاج، كان نتاع برشا تقضي شارك طول بالقاعده هيك 3 على 2 ار اي كاري. هذا بالنسبه للبيلون تاعنا، ورانا باش نخليوه وباش نخدموا به. مهم على الاخر البيلون، البيلون كله للحفظ لازمك تكتبه من راسك البيلون، ومهم على الاخر خدمه الكل به. اوكي باه دونك عملنا طلع البيلون، عملنا طلع على حاجه، باش نزيد نفسر حاجه اخرى خاطر اشترقها في كل دفوار وهذه ما فيهاش نقاش، اللي هي نومبر دي بير دي بول. هذه يعني نحب نفسرها يجي بها ياسر وبرشة لهم ما تفهمهاش. أولا
شو معنى نوبرتي بارتي بول؟ مش قلنا احنا السطور يتكون من بوبيناجة، عنا هذه بوبينة، هذه بوبينة، وهذه بوبينة، دونك ديما منتروا بوبينة تكون. باهي كيش نسألك أنا في السيستم هذا السطور قديش فيه من بوبينة، انت ايش تقول لي هو فيه ستة؟ غلط، مش ستة، هكو منتروا بوبينة، غيرش الحمراء هذه مربوطة ببعضها. اوكي فهمتوني شباب ولا؟ والخضرة هذه مربوطة ببعضها كمان هيك، والزرقة هذه مربوطة ببعضها. اوكي به دونك لاني دي معنا تروابوبين، لكنك تروابوبين نجمو يكونوا متفرقين، يكون نجمو تكون مقسومة على زوز لقشات، نجمو تكون مقسومة كما لنا على أربع لقشات. اوكي معنا ديما ثلاثة، مي الكعبة نجم تتفرع على أكثر من فرع، هذيك هي شيء. به هذا بالنسبة للبوبين للستاتور، مبرشة حاجة باش واضح. فما قاعدة مهمة على الأخ، مش قلنا احنا في الكور عنا روتور وستاتور، ومش قلنا لا لا تكتبها لي القاعدة هيك بي قال دي بي، ندخل بعضك تكتبها لي هذيك مش ندخلوا بعضكم الكل، خلينا نفهمها بشوي بشوي من جهة الحاجة هذيك. ركز معايا هيك، يعني الورقة عاد مش ناقصة. أي مش قلنا عنا NS و N الآن ذي متاع الروتور، الNS عندها قاعدة اللي هي F سير P فوس P، F هي الفريكونس وديما الفريكونس 50 هرتز، ال P هاش نقول لك شنية 60 هذيك باش تحولها من تور بار سيكوند لتور بار مينوت، ال P هذيك هوا هي ال P، نرجع للكورة متاعنا البي يعني البوبين قديش فيها من لقشة، لنا البوبين الوحدة فيها لقشة بركة، دونك كانش حط واحد تقول لي يا مهدي ما فهمش ان اس مش هي اف سير بي فوا 60 الاف قد قديمة 50 شبك فيها 60 هذيك باش تحول من تور بار سيكوند تور بار مينيت البي، لنا خذ الحمراء مثال ايش نقرأ على الحمراء ولا الزرقاء ولا الخضراء، خذ كعبة بركة، الكعبة مش مقسمة لنا دونك هي كعبة بركة قادت، دونك هني كان البوبين مقسمة زوز لقشات دونك حد دو. كان البوبين مقسمة على أربع لقشات حط أربع، هذا قال بي معناها البي شنية بالدرجة البوبينة قديش فيها من جزء قديش فيها من بارتي، هذه قال بي يتسمى نومبر دي بير دي بول، البوبينة قديش فيها من جزء. أوكي أمير شو تحب تقول يا أمير؟ مزيه في البيلون عنا دي بير ميكانيك ومتاع ستاتور. اي خويا الغالي ها تفضل، ما فيهمش قاعده دوك، لا ما فيهمش قاعده دوك كونستانت كيما البي سي في المتارك ورو كونتيني كيفها بالضبط، البي سي فيها قاعده في المتارك ورو كونتيني ما فيهاش كيف كيفها فهمتني باهي خاطر بقى فارغين نسخيب، لا لا هما ديجا ما فيهمش قاعده ما فيهمش قاعده عندنا لا قاعده لا شيء، هذا اللي كتبته لك لاني هذاك لازمك تشربه الصعب ما فيش نقاش باهي، اقعد معايا الغديك اقعد معايا باهي هذه تفهمنا فهم على البي قداش عندنا من لقش، دونك نعاود نكتب القاعده مره اخرى خلينا نرجع لهني، الان اس هذه لازمكم تعرفها الكل بيج ابين بيج اجوتي ان باج اول لازمك تعرفوا ان اس إيقال F سير P فو 60 الـ F هي الفريكونس ديما 50 الـ P هي النومبر دي بير، واسمعني الكوريات وتنبطهم لكم مهمة وراقية وكل شيء باش ترفزوا بيهم دي بول أوه هذي الـ P اللي هي النومبر دي بير دي بول. أوكي يعني البوبين الواحدة قديش فيها من لقش. اوكي ساعات دفوار دخلين وقول لك اعطيني النومبر دي بول، ديما باش طلع النومبر دي بول خذ البير دي بول هذاك واضربه في اثنين، معنى النومبر دي بول ايقال البي هذاك مضروب في اثنين، يعني قديش عنا من نور وسي قديش عنا من فردة، معنى كان عندك لنا هذه اثنين نومبر دي بير دي بول باش يطلع لك اربع، كان عندك لهنا اربع نومبر دي بير دي بول باش يطلع لك ثمانية،
معناها جمالها كيس صباط يعني يقول لك مثلا عندي اني زوز صباط، زوز صباط معناها عندك اربع فردات، اربع صباط معناها عندك ثمانيه فردات. اوجدك مريم اوجدك فاش طلع الكوبلاج ما يعطيك ما غير مرسوم ويعطيك الريزو والموتور وكل باش نطرقوا له في الموتور، لكن فما حوايج هما عرس معناها يقول لك حسب ان اس ما تعرفش القاعده ولا يقول لك بيت تقول لي شنو هي وش باش نجاوبك وقت اظن كل حوايج مهمه ما فيهمش نقاش. هذه هي شنو هي الفرق ما بين البي اللي هي النومبر دي بير دي بول اللي هي هذه، وكان قال لك النومبر دي بول خذ البي هاكي واضربها في الثني وقمرها، معناها كي نقول لك قداش عندك من صبابط تقول عندي ثلاث صبابط، قداش عندك من فرده؟ ست افراد، هذاك هو بالضبط. باه هذه بالنسبه للان اس. اخر حاجه باه ديما ايه ديما تضرب في اثنين خاطر صاحبتك تعمل لك النوب، لا ديما باش تطلع النومبر دي بول خذ النومبر دي بير دي بول واضربه في اثنين. صحيح باه. فما جدول اخر هذا لازمنا نحكيه فيه شويه، هذا هذا يصدر الحفظ الجدول هذا. اي سيدي شنو عندك فيه الجدول هذا؟ الجدول هذا شباب عندنا لهنا في اللي نومبر دي بول نتاعنا باه ينجم هو في الدفوار هذه الكلمه هذه ويقول لك اعطيك اني عندك موتير نتاعك بيبولير ويسقط لازمك من البيبولير تعرف عندك ديبول وعندك السرعه نتاعك 3000 هذوما لازمك تطلعهم من كلمه بيبولير ولازمك الجدول هذا تكون حافظ. تقول لي اخي اشرح الجدول كامل جي جي هاو كيفاش تحفظ. اول حاجه هذه شي مكفاه اونتور بار سيكوند خذ كان اونتور بار مينيت اصلا حتى كان حاجتك باش تطلع اون سيكوند خذ نتاع مينيت واقسمها على 60 وكو. شو تحفظ انت تحفظ كان هذه البي البي بالترتيب هانك 1 2 3 4 حتى تحب تزيد 5 زيد بس 6 زيد ركع جوك باه. كي تبدا البي ا قديش عندك من بول يطلع؟ مش قلنا البي باش تطلع نمبر دي بول تضرب في 2 واحد اضربها في 2 قديش تطلع؟ تطلع 2 دي بول. يتسمى بي بولير جاي من كلمه بينار خاطر البينار فيه 1 2 ولا بيسكلات فازو زاجالي. ايه كيفاش طلعت الان اس؟ مش قلت لك القاعده نتاع الان اس اللي هي اف سير بي اف 60؟ مش قلت لك الاف ديما 50؟ مش قلت لك البي اللي هنا اللي هي ا و 60 60 في ال 50 على 1 3000 دونك تطلع. بعد ثاني نمشيو لاثنين قداش تولي هذه؟ كاتر بول جاي من كلمه تيترا تيترا بولير اربع اقسم 3000 على 2 قداش تطلع؟ 1000 ونص هيك علاش عندنا 1000 ونص لهنا 3 قداش ولا في سيس بول جاي من كلمة إكزا جاي من كلمة إكزاجونال ولا إكزا ديسيما شوالي 3000 3000 على 3 قداش تولي 1000 وأربع أظهم اللي نستعملهم ديما من واحد الأربع ما نفوتوش أربع قداش عندنا من بول ويت بول جاي من كلمة أكتوبولير ولا جاي من كلمة أكتال ولا أكتي أنا ويت ويت بيت دونك اشتعمل لنا 3000 على 4 750 هذا مراك لازمك تكون حافظهم 3000 1000 ونص 1750 تقول لي فاش يصلحوا نوريك ان اس عندها قاعده اخرى لا يا فرح ما عندها قاعده عندك القاعده هذه انا اختيرها ياسر القاعده هذه لازمك ما تنساهاش الجمله خاطرها عرسها من العرس الصحاح ده امير تفضل مزيان ما عندناش ريلاسيون ما بين الان اس والان عنا اللي هي الاس ديما اكبر من الان اكثر من الكاكا ما تشد لحد شيء اخر ليه يعني ما نجمش نقول لنا كالكولي ان ولا حاجه باه شنو نجم يعطيك انا نعطيك من الاخر شنو يجيك نجاوبك على السؤال نتاعك شنو انت باش حاجتك ولا قاعده على الان اه ما فماش قاعده على الان شو يعطيك هو يقول لك الدفوار يعطيك الان 1450 هيك بالضبط شو يقول لك طلع لي ان اس كيفاش نطلعها ان اس جاوبني انت يعطينا يعطيك الان 1450 ويقول لك طلع ان اس ترى يقول لك كيفاش باش نطلعها اش ترقاه هذا قدامك في الدفوار نعرف حاجه برك نعرف الان اس اكبر من الان يزي يزي اعطيني رقم اكبر من 1450 وموجود في الجدول هانك هاني كنت تحفظ فيهم انت في الجدول 1500 ولا 3000 واضح غادي كي ضربنا في 60 على خاطر مينيت مينيت لكن سامحني انت قلت لي حاجه قلت لي فما 1000 ونص وفما 3000 ديما ناخذ الاكبر منها بفتيتا اكبر منها بشويه مش الاكبر منها برشا اي اي هذا كان انت شنو مطالب اكثر من هيك ما تعطيني حد شيء يا اخي واضح واضح عايش غير حد مزيان شوي
به وتو نخدم في دفوارات نتاع الباك وتو تربع عينيك به خارق للعاده سبنينا بنينا بنينا على الاخر به هيثم تفضل سؤالك بابا نسيت تو في الفريكونس ديما 50 حتى ما فيهاش نقاش الفريكونس ديما 50 ديجا حدا يجيب لك يقول لك اوندور الفريكونس 50 هذيك هي اليونيفرسال وخاي بدل لك في دفور قال لك 60 هرتز استخدم له بالاف 60 قال لك اوندور اف قال 60 استخدم له بال 60 واضح اوكي بعد نضال تفضل بابا مسيو. ان اس ما عندنا فيها فورميل ولا عندنا هي سبيك وفي سر والان ما عندناش برك الان ما عندناش الان نتاع القاعده نتاع الان كما ان اس هذا سؤالك ان وحدها مش ان اس ايه تحب القاعده نتاع الان وحدها ايه ما فماش بس يعني كان الان ان اس وكول ان اس هي اف سير بي فور سيتينغ جات فما قاعده نتاع ان ناطيه لك راه مش خبا عليك ويا الغريب فهمتني يا واضح مسيو اوكي في البيلون مسيو اي في البيلون تاع جا لحظه البيلون مسيو بلي لحظه نرجع لك خويا البيلون تفضل وين حطيتوا البيلون اللي الساعة رب علي هاتوا ندخل نتاع الكور امشي اوه البيلون تفضل بابا لا البيرت فير ساتور والبيرت كونستون تقطع هنا هو بيرت فير كونستون بيرت فير ساتور شو الحقيقة ما نجمش نفرض عليك اعطيها لك قول ما اعطيها لك ايش خاطر فما برشا طرق ما غير ما نكذب عليك نعطيك طريقة من الطرق طريقة من الطرق مثال يعطيك هذية البويسونس رونسمي ويعطيك البيرت جول ويعطيك البي ا نوت نجم نطلع البي اف اس فهمت العملية أيه. ولا استعمل هذه إلا هذه مع هذه استطلع لك هذه ولا نعرف عليش وش جيب لك في الدفوارة نفسر لك البرنسيب وينجم يعطيك مليارات الطرق انت لازمك تفهم كيفاش نطلع يعني بسونس الأخرين مش نحن ناس نطلع بها البسونس المجهولة أيه. بالضبط ممكن على الأخر هذاك هو اللي يجي واضح مسيو حتى البرت ميكاني كيف كيف ما عنديش فورميلا نطلعها من بالضبط بالضبط بالله حاجة بركة يا شباب باش نقعد معايا سوار تعمل لي وكي يعطيني الجليسمون نجم نطلع انت سوار باش نجاوبك على السؤال نتاعك جيست اقعد معايا دقيقة بركة حاجة أخرى نحب نقولها مهمة على الأخر باش نكونوا مصمصنا البارتي نتاع الحوايج المهمين اللي في الكون اللي هي افيد لازمك تعرف افيد قريتها لكم في موجودة معنا في الموتارا كورو كونتيني قرينا في الموتارا كورو كونتيني اللي هي افيد معناها الموتار يدور في الفرق ونعرفوا من الموتارا كورو كونتيني انه البويسونس ايتيل ايجال زيرو معناه في الفيد بيسونس ايتيل هذه كيفها كيف بلاش دونك هذا يولي حياة هذا يا حياة معناه ما عادش موجود به والبيرجور روتوريك يقال زيرو تقول لي علاش علاش خاطر الجليسمون يقال زيرو علاش الجليسمون يقال زيرو خاطر في الفيد الان اس والاني واللي قد قد علاش خاطر في الفيد الموتور يولي فارغ خفيف كي يبدا فارغ يولي الستاتور سرعته وسرعه الروتور بس قد خاطر الروتور ولا خفيف يدور في الهواء دونك نجم نقولوا انه ان اس والان قد كي تعمل ان اس الا ان على ان اس هما بريس قد تطلع لك الجليسمون زيرو كي الجليسمون زيرو في الفيد باش تعوضها بزيرو هذه البيرجو الروتوري كل تطلع زيرو دونك هذا ديجا حيتولي هذا لازمك تعرفه في الفيد في الفيد هي البلاصه هذه ما عادش موجوده والبلاصه هذه ما عادش موجوده دونك عندنا كان هذا في الفيد هاوا عندنا بي ا من البي ا تخرج البارت فير تخرج بي جي اس تقعد لنا البي تي ار من البي تي ار هذا الكلو هذا الكلو هذا الكلو هذا الكلو هذا الكلو شو يمشي في البارت ميكانيك هذا الكلو شو يمشي في البارت ميكانيك هذه الكلمة نحاس بها دونك بي تي ار ايه صحيح دونك البي تي ار هي نفسها هذه البويسونس الكتروموتريس ولا البويسونس ميكانيك توتال ولا اي اسم اخر هي نفس البيرت ميكانيك خاطر من البلاصة هذه
نفس البلاصه هذه ما ضاع حد شيء، نفس الكل شيء خرج لنا خاطر فما كان المسرب هذا ينجم يهرب منه. مسي كيفاش نعرف الموتريتور افيد؟ يقول لك في الدفوار يقول لك اون دون لي سي افيد ولا اون دون لي سي افيد بالضبط، يقول لك اون دون اني سي افيد موتور اكورون كونتينيو. بالله حاجه بركه شباب قبل ما يخرج حتى حد. الحصه اللي عملناها اليوم هي بقدره الله اليوم في الليل طاقت من غدوه الصباح سير ترقها، ما تدخل للي بعدها كان كي تكون عاودتها، خاصه البارتيات نتاع الكور والقواعد راه ما فيهمش نقاش كما تعرفهمش، راك تضر في وقتك وران درس لا تعديناه مستحيل مازلنا نرجع له، مازلناش نكملوا مترتين فازيرو، مازلنا ما كملناش الحصه اللي بعدها. شكون كان اكزرسيسات عليه وكهو اوكي، فما حاجه ناقصه من الكور نكملها مع الاكزرسيسات. والباكات اللي باش نخدموهم قايدهم عندك تو 2010 برينسيبال هذه تركز لي فيها بالباهي، و2014 كنترول هذه خاطر تحفونا على الاخر بارتي 2010 انا اتذكرها جابوها لهم مزيانه على الاخر نتاع الموتير تريفازي ويلا زوز ورقات هايله، و2014 كنترول خاطر فيها موتير تريفازي وضريبه ريزو باش نعاودوا نريفزو بها الزوز، و2019 برينسيبال هذوما قبل ما تدخل تخدمهم. غلطت ما غلطتش مش مشكل، لا 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 قبل من جاي مشي بيك راهو جاي نكملوا في هذا يسار نكملوا هذا تتعداوا الميكرو كنترول واظهر عمليه ولا ورا فما سي مصدقش يكونوا طوا هذه بالزهر طالع لي قري بعدي تاع الانفورماتيك بروف الانفورماتيك وديجا احنا نمو 6 ردينا 6 ونص خاطر فما برشا تلاميذ ديجا يكملوا القرايه 6 مش لحق. دونك ولينا نقراو عملنا السيونس نتاعنا من 6 ونص ل 8 ونص ما نجمش نزيد خاطر فما شكون يقري بعد فما حصص باش يبدا حد ما يقري بعد هاكم راهم باش يكونوا طوال شويه السيونسات معناها فهمتني ساعتين ساعتين ونص ثلاثه سوايع معناها نحاول ما نفوتش ثلاثه سوايع باش ما تدوخش انت فهمتني ماش تكون في الزون هذيك معنا الكل باش نكملوا. تفضل اخويا شو سؤالك بلاي دقيقه برك اي تفضل تفضل بلاي ما كانت هذوما بلاي ابعثوا لنا مسيه بدي في الجروب باه سامحني من غير ما نقعد نبعث لك اني خاطر العمليه سهله على الاخر وما تستحق الجهد جيست لجوجل هني اكتب باك ويب هيك بالضبط باك ويب يجي لهني تكنيك انت مواضيع جاهزه للطباعة ولا هذه مواضيع البكالوريا واصلاحها يا منظور 94 سكسيون تكنيك اختار الباك اللي حاجتك بها مثال 2018 2019 برينسيبال ستار داونلود اللي شارجيها عندك باه دقيقه بركه ونزيد ناكد لكم على الوقت بالضبط نعاود نضبطوا في الجروب خاطر ما فما حصتين وكا ولا 6 ونص هذوك خاطر طاحوا في الوقت نتاع القرايه خاطر بعض الباكولو ما يقلقش نلعب لها 6 خاطر دوما ما تقراوهاش فهمت شو استفهم ونهار لحد هذا ما يقلقش في النهارات الاخرين انا دوك تردوا من 6 ونص وكا بهيك نكونوا كملنا السياسه نتاعنا وملتقينا ان شاء الله في السياسه الاخر في السياسه الجايه ان شاء الله الله يخليكم شباب اي اللي عنده اي سؤال نجم يخليه لي في الجروب ها نجاوبكم ها